بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله مكملين في الديسكشن لما ساق ستراكشر أناليسيز 2. طبعا الشابتر يعني الشابترز بشكل عام شباب اللي بنحكي فيها هذه شابتر 10 و11 وإن شاء الله اليوم 12. كلها شباب هذه الشابتر بتحكي عن شغلة واحدة أو حاجة معينة اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن حل المسائل الغير محددة استاتيكيا أو ما يسمى أناليسيز أوف ستاتيكالي إندترمينيت ستراكشرز. طبعا زي ما شفنا شباب شابتر 10 كان بيتكلم عن طريقه من هذه الطرق اللي كانت تتكلم عن الفورس ميثود اوف اناليسيس. بعدين انتقلنا على شابتر 11 لو لاحظتوا في سلايد الدكتور في تحت شابتر 11 عنوان مكتوب ديسبليسمنت ميثود اوف اناليسيس. الديسبليسمنت نفسها هذه فيها طريقتين يا شباب اللي هي طريقه السلوب ديفليكشن اللي شرحناها المره الماضيه اللي اخذناها في شابتر 11، وان شاء الله في شابتر 12 راح ناخذ الطريقه الثانيه تعتمد ايضا على الديسبليسمنت اللي هي على الدلتا، يعني اللي عباره عن المومنت ديستريبيوشن ميثود. تمام، هيك الامور ان شاء الله تكون واضحه. بقول لكم احنا هيك لحد الان اخذنا طريقتين، الطريقتين اللي هم عباره عن فورس ميثود اوف اناليسيز، الطريقه الثانيه عباره عن السلوب ديفليكشن ميثود، الطريقه الثالثه اللي راح ناخذها اليوم ان شاء الله عباره عن المومنت ديستريبيوشن ميثود. طبعا اللي متابع يا شباب يعني اول باول ان شاء الله بتغلبش في المسميات، كل مسمى بيختلف عن الثاني وكل طريقه حل بتختلف عن الاخرى، يعني ان شاء الله ما فيش خربطه بينهم. طيب بدأت الشباب المحاضره تاعت الدكتور طبعا او خمس محاضرات نزلها دكتور على الموديل، طبعا مهم جدا نكون حاضرينها قبل لا نبدا نحضر في الدسكشن هذه. يعني شباب الدكتور اكيد شرح الامثله كلها، تقريبا في عندنا 12 او 13 مثال في سلايد الدكتور مغطيه كل افكار الشابتر، يعني ما فيش ولا فكره اضافيه ممكن تيجي في امتحان او في غيره خارج عن 12 مثال تاعت السلايد. احنا شباب راح نحاكي مجموعه من هذه الافكار، مش راح نقدر نغطيها كلها ايضا، فرجعنا يعني شباب الكل يكون حضر محاضرة الدكتور، وإن شاء الله هنا بنقدر نوصل المعلومة بالأمثلة اللي راح نشرحها والأفكار اللي راح نطرحها هنا إن شاء الله. طيب نبدأ يا شباب. بداية في عندنا في الشابتر هذا شباب يعني حاجة بنسميها الستنس فاكتور شباب. طبعا احنا أخذنا الستنس فاكتور قبل هيك، طبعا كانت في اللي هي في الورقة اللي تحت شابتر 11، لكن أنا شوية في اختلاف بالنسبة للستنس فاكتور راح نستخدمه في حاجة اسمها شباب الديستريبيوشن فاكتور، عامل التوزيع. خلينا نبدا ان شاء الله بالشرح وان شاء الله راح نفهم الامور المختلفه بالنسبه اللي هو ايش للحل الطريقه الماضيه. في عندنا شباب الستنس فاكتور بنحسبه له حالات، الحاله الاولى شباب عندنا بالنسبه لنا اللي عباره عن ايش؟ اذا كان عندك اللي هو طرفين المنبر تبعنا او اللي هو البار هذا عباره عن ايش؟ الطرفين تبعاته عباره عن فيكس، فبنستخدم شباب معاه الستنس فاكتور له بنحسبه عباره عن ايش؟ عباره عن 4 اي اي على ال، ركزوا لي على الاربعه هنا يعني هي الفرق 4 اي اي على ال. طبعا عارفين الاربع ثابت الاي مدرسه اوف اسيستي الاي مومنت اوف انيرشيا والال عباره عن طول البار هذا او طول المنبر اي بي مثلا سي دي كشغله زي هيك. طيب لو كان عندنا شباب احد الطرفين فيكس والطرف الثاني بن وبن طرفي زي ما قلت لكم، يعني احنا يعني بن الداخلي بيحمي المومنت فبنعتبره كانه فيكس بصير المنبر تبعنا، لكن لما يكون عندنا بن طرفي او رولر طرفي بصير عندنا هذه ايش الحاله الموديفايد بنسميها. فبنستخدم معاها شباب الكي حتساوي او الستيفنس فاكتور لها بيكون عباره عن 3 اي اي على ال. تمام، طيب الحالة الثالثة يا شباب لو كان انا عندي هذا طبعا ان شاء الله راح تلاقوه موجود في اللي هو المحاضرة رقم 5 اللي هي النوتس اللي حيضيفها الدكتور على الشابتر اللي هي انه ايش خصائص السيمتري للبيم واللود او للبيم لحالها او للود لحالها، فيعني هذه برضه الشغلات راح تكون مغطيها الدكتور بشكل كامل. طيب ايش الفكرة في الحالة الثالثة هذه؟ لو شباب لو كان عندنا احنا الشكل متماثل طبعا هنا سيمتري لود اند بيم مش اوف لود اند بيم، يعني الشكل الاستراكشر تبعنا متماثل والاحمال اللي عليه ايضا متماثله، يعني لو قطعت الشكل من النص شباب بيكون عندي نص اليمين بيساوي نص اليسار او هو نفسه يعني مقلوب ميرور له. تمام، طيب ففي الحاله ده شباب المنبر اللي انا بعمل له قطع فيه او اللي بعمل قطع فيه عشان اخذ اللي هو السيمتري هذا بستخدم له كي بتساوي 2 اي اي على ال. تمام، ان شاء الله راح نغطي جزء من السيمتري، احنا الجزء الكامل شايف السيمتري يعني انا بقول لكم ناخذه مع الدكتور، الحالات كلها تبعت السيمتري بناخذها مع الدكتور ان شاء الله، بس انا راح نمر على فكره او فكرتين من ايش من السيمتري. الكي شباب في عندنا في الحاله اللي كان عندك سيمتري للاستراكشر لكن فيش عندنا سيمتري لللود نستخدم الكي بتكون عباره عن ايش؟ عباره عن 6 اي اي على ال. طبعا شباب يعني عشان نفهم اكثر ان شاء الله بالمسائل خلينا نكمل. بعد يا شباب الستفنس فاكتور ايش بنسوي؟ الستفنس فاكتور هذا بيلزمنا لشغله معينه اللي هي الشغله الجديده اللي بتميز عنا طريقه الحل هذه اللي هي عباره عن الديستريبيوشن فاكتور، طبعا بيختصروها بالرمز دي اف. ديستريبيوشن فاكتور شباب عباره عن يعني كيف بالضبط ديستريبيوشن فاكتور؟ طبعا مره الدكتور حيكون غطاها يا شباب، هي ببساطه زي لما نقول جاي على المومنت على الجوينت مومنت مثلا مقداره 1000 وفي عندنا مشترك في الجوينت هذه 3 ممبرز يعني شباب،
فبدنا نشوف كل منبر قديش بتحمل من المومنت هذا اللي جاي، يعني قديش بتوزع المومنت هذا اللي جاي على كل منبر من هذا المنبر. مثلا واحد بياخذ ايش 300، واحد 400، واحد 300 وهكذا. فقيمه التوزيع هذه كيف نحسبها؟ في عندنا قانون بيحسبها، بقول لك شوف الديسبرشن فاكتور حيساوي الكي للمنبر الواحد اللي مشترك في الجوينت هذه. يعني قلنا زي ما بنقول ثلاثه منبرز مشتركات في نفس الجوينت، بناخذ الكي الخاصه في منبر واحد منهم على الكي للثلاثه منبرز المشتركين في نفس الجوينت، بيطلع عندنا ديسولوشن فاكتور. طبعا ان شاء الله بالحل راح نفهم اكثر. تمام. طيب في عندنا شباب ايضا اللي هو شغلتين ثبتات، يعني عندنا ديسولوشن فاكتور للجوينت كلها، يعني للثلاثه ممبرز لما نجمعهم المشتركين في نفس النقطه، لما نجمع الديسولوشن فاكتور لهم لازم يكون شباب مجموعه ايش حيساوي؟ واحد. تمام. ايضا شباب الديسولوشن فاكتور لو كان عندنا فيكسد، لما يكون عندنا فيكسد شباب الديسولوشن فاكتور ما بنحسبوش خلاص مباشره، حيكون عندنا ايش؟ زيرو. تمام. ليش؟ لانه لو حسبته حيطلع الكي لمنبر مثلا على كي للمنبر الثاني زائد انفينيتي، ففي انفينيتي في المقام، اي عدد على انفينيتي بيساوي زيرو. تمام. طيب الشغله الثالثه شباب اللي هو عباره عن ايش؟ ديستربشن فاكتور لما يكون عندنا بن او رولر طرفي عباره عن ايش؟ قيمته واحد. تمام. هذول الشغلات نكون ايش يعني حافظينه على اساس انه ايش نتاكد من حلنا انه حل سليم وصحيح. في عندنا شباب ايضا شغله بنستخدمها في الحل عندنا بنسميها الكاري اوفر فاكتور، بيختصروها بالرمز سي او اف، يعني في الحل راح نلاقيها مكتوبه ايش؟ مختصره. تمام. الكاري اوفر فاكتور شباب طبعا هو عباره عن او له قيمه تساوي نص اذا كان احنا عندنا طرف عندنا فيكس، وزيرو اذا كان عندنا طرف عباره عن ايش؟ بن او رولر. الشروط النظريه شباب كلها راح نفهمها ان شاء الله لما ناخذ اول مثال. نبدا بالمثال الاول. طبعا شباب بالنسبه للمثال الاول يعني ايش صيغه السؤال تبعنا؟ بيجي شباب بيقول لك باستخدام طريقه المومنت ديستريبيوشن ميثود اوجد قيم المومنت عند كل هذه السبورت، عند كل هذه السبورت الاي والبي والسي. تمام. صيغة المثال يعني صورة السؤال، طبعا ان شاء الله راح اوريكم او اعرض لكم اللي هو سؤال الامتحان برضو عشان نشوف الصيغة تبعته ونشوف كيف نمط اسئلة الامتحان بتختلف كثير عن الشرح ولا لا. طيب نبدا بالمثال الاول يا شباب، زي ما قلنا بيطلب منا نجيب قيمة المومنت عند كل سبورت باستخدام طريقة المومنت ديستريبيوشن ميثود. طبعا زي ما شفنا ايش خطوات الحل او ايش اللي يعني اللي عرضناه احنا، اول حاجة بدنا نحسب، اول شيء بدنا نحسب الستيفنس فاكتور، بعد كده بدنا نحسب الديستريبيوشن فاكتور، بعدين نحسب حاجة اسمها أو اللي هي مرت علينا قبل هيك اللي هي الفيكس اند مومنت زي ما أخذناها قبل هيك، وبعدين يا شباب نروح نحل طريقة حل جديد إن شاء الله راح نشرحها الآن. طيب الكي يا شباب بحسبها قلنا لمين؟ لكل منبر. فلاحظوا إحنا عندنا كم منبر بالنسبة للبيم تبعنا هذا؟ يعني من كم جزئية بتكون البيم تبعنا؟ من الجزئية اي بي والبي سي. تمام. فأنا عندي تو أو تنتين كي، يعني كي ل اي بي وكي ل بي سي. طيب لو لاحظنا شباب ايش نوع السبورت عندنا بالنسبه لاي بي؟ طبعا عندنا هنا ايش؟ فيكست، وعندي السي فيكست. انا قلنا مومنت الداخلي بنعتبره فيكست لانه ايش؟ بتحمل مومنت يعني. فصير بالنسبه لاي بي عباره عن ايش؟ كانه فيكست من الطرفين، فايش الكي اللي اخذناها بالاعلى له؟ 4 اي على ال، 4 في الاي اي على ال، ال عباره عن ايش؟ طول البيم اي بي قديش عندنا؟ 2 و3 5، اي ايش؟ 5. يعني بتطلع معنا 4 4 على 5 اي اي، او ممكن تعملها 1.8 اي اي. الكي لبي سي شباب ايش حتساوي عندنا؟ بنفس الطريقة عبارة عن ايش؟ فيكس من الطرفين، يبقى 4 اي اي على ال، 4 اي اي على ال 6. تمام؟ فبيطلع معنا عبارة عن ايش؟ 2 على 3 اي اي. اي خلصنا حساب الكي شباب، نيجي نحسب الديستريبيوشن فاكتور. طبعا بالنسبة لاي او يعني بنسميها اي لاي بي بالاحرى، يعني الديستريبيوشن فاكتور لاي بي حيساوي ايش؟ 0. ولسي بي ايش حيساوي؟ 0. بضل عندنا الديستريبيوشن فاكتور لمين؟ للبي اي وللبي سي. طيب كيف بنحسبه يا شباب؟ يعني نشوف قديش لو طلعت معنا قيمة المومنت قديش بتوزع من هذا المومنت، يعني قديش جزء منه راح يتحمله منبر اي بي وجزء منه راح يتحمله، قديش الجزء راح يتحمله البي سي. طيب نحل وان شاء الله بالحل بنفهم اكثر. الديسبشن فاكتور شباب للبي اي كيف بنجيبه؟ زي ما قلنا ايش الممبرز المشتركة عندنا في النقطة في الجوينت بي اللي هي اي بي هذه او بي اي بدنا نسميه وبي سي. تمام. طيب فانا بدي احسب اول حاجة لبي اي، لبي اي ايش حنسوي؟ نحط الكي او الستيفنس فاكتور تبعها في البسط اللي هو عباره عن 0.8 اي اي على اللي هو ايش؟ على الكي لكل الممبرز المشتركه في الجوينت بي اللي عباره عن بي اي وبي سي، الكي تبعتهم هي اللي هو الكي بي اي والكي بي سي هم نفسهم هذول، يعني احنا نحطه على في المقام 0.8 اي اي على 2 على 3 او زائد اسف 2 على 3 اي اي اللي هو بالكلام اللي احنا شايفينه هنا. طبعا شباب احنا الاي اي خلاص راح نختصر، يعني لو اخذت عامل مشترك من البسط واخذت عامل مشترك من المقام فراح تروح، فاحنا لما بنيجي نعوض تسريعا يعني في الحال في الامتحان ايش بنعوض؟ 0.8 على 0.8 زائد 2 على 3 بيطلع على الاله حاسبه معنا قديش قيمته؟ 0.5 4 5. تمام. طيب ديستريبيوشن فاكتور شباب للبي سي كيف بنحسبه؟ بنفس الطريقه حنقول لبي سي ايش حتساوي عندنا؟ اللي هو الكي لبي سي هي عباره عن ايش؟ 2 على 3 اي اي،
حنحطه في البسط على الكي لكل المشتركين في الجوينت بي، اللي هم اللي هو الكي للبي سي والكي للاي بي. يعني حنحط المقام 180 اي اي زائد 2 على 3 اي اي، تمام؟ بنحسبها على الاله الحاسبه. طبعا زي ما قلت لكم الاي اي ما بنعوضهاش، للتسهيل الحل بنعوض ايش مباشره 2 على 3 على 0.8 زائد 2 على 3، بيطلع معنا 0.455. طبعا في تشيك اللي احنا حكيناه قبل شويه عباره عن ايش؟ الديستريبيوشن فاكتور لنفس الجوينت مجموع كله ايش راح يساوي؟ 1. يعني بنقول 0.545 زائد 0.455 حيطلع معنا قديش؟ 1، تمام؟ يعني انا حيقول حيسال سؤال، يعني انا ممكن يا باشمهندس من هنا من حد ما طلع معي الديستريبيوشن فاكتور للبي اي 0.545 اقول 1 ناقص 0.545 يطلع معي الديستريبيوشن فاكتور للبي سي؟ صحيح، تمام؟ هذا برضه ايش؟ يعني من الشغلات اللي بنستخدمها. بس الواحد احيانا بيكون حاله قلقان في الامتحان فبروح بيحسب التنتين وبيجمعهم بيطلع معه نتيجة واحد، بتاكد اكثر من حله، تمام؟ زي ما قلت لكم الديسبشن فاكتور للسي بي ايش حيساوي عندنا؟ زيرو. طيب نيجي عشان نحسب الفيكس اند مومنت زي ما اخذناها في الشابتر الماضي. طبعا في عندنا قوانين، طبعا بالنسبه للاي بي هذا المفروض قانونها معطى عندنا، اللي عباره عن حيكون لها قانون اي وناقص بي وشغلات زي هيك، يعني فهم بنحسبها موجود معنا اللي هو قانون الفيكس اند مومنت لها موجود. بنحسبها لانه المسافه مش متساويه، انا بحكي لكم لو متساويه ايش حنقول؟ بي ال على 8. طيب فالفيكس اند مومنت اللي حسبناها طلعت معنا طبعا عارفين عند اي باشارتها بنحطها سالبه، فقيمتها سالب 64.8. عند المومنت بي اي ايش حتطلع؟ موجب 43.2. بالنسبه للبي سي هذه عباره عن ايش؟ دبليو ال تربيع على 12، دبليو ال تربيع على 12، الدبليو 50 في ال تربيع له عباره عن 36 على 12، بيطلع معنا قيمته قديش؟ 150. عند بي بيطلع بالسالب وعند سي بيطلع بالموجب، تمام؟ الاشاره مهمه، راح نعوض في الحل تبعنا بالاشاره. طيب بعد الشباب ايش بدنا نسوي؟ في عندنا يعني زي رسمه او هيكليه او طريقه للحل اللي هي بالشكل هذا. صح يا شباب احنا في الامتحان بنعمل الحل تبعنا مباشره تحت البيم اللي بعطينا اياه، مش قادر تعمل حل تحتيه مباشره او يعني فيش وسع عندك، بترسم يعني الركائز الثلاثه اللي عندك، ترسم ركائز بشكل عام اللي عندك هنا وبتعمل اللي هو ايش؟ الخطوط هذه على اساس انه هيك راح يكون طريقه الحل او نظام الحل تبعنا. طيب اول حاجه شباب ايش بنكتب في طريقه الحل؟ يعني بنشرح طريقه الحل ببساطه. هي عندنا اللي هو ركيزه A B و C. راح نحط شباب اول شيء اول سطر هذا اللي بنعبيه بالشكل، طبعا النظام حيكون نفس الشكل هذا. طيب راح نحكي ايش الشغلات اللي بنعبيها في الجدول هذا او في طريقه الحل هذه. اول شيء شباب بنحط ديستريبيوشن فاكتور لكل منبر او لكل يعني المنبر A B والمنبر B A ومنبر بي سي والسي بي لكل جوينت، يعني وين في الجوين حسبنا ديسبشن فاكتور بدنا نحطه. زي ما قلنا عند الاي وعند السي قيمته ايش؟ زيرو لانهم فيكس. عند البي اي حسبناه قديش؟ 0.545، وللبي سي حسبناه قديش؟ ديسبشن فاكتور 0.455، تمام؟ يبقى اول سطر هيك صار ايش؟ سهل بالنسبه لنا، حسبناه من الاعلى. ايضا شباب السطر الثاني عباره عن ايش؟ عباره عن الفيكس اند مومنت اللي احنا حسبناها في الاعلى، حسبناها للاي بي طلعت معنا سالب 64 فاصل سالب 64.8، بنحطها باشارتها سالب 64.8. بالنسبه للبي اي الفيكس اند مومنت برضه حسبناها موجب 43.2، بنحطها باشارتها قديش؟ 43.2. للبي سي الفيكس اند مومنت حسبناها سالب 150 وللسي بي 150، بنعوضهم باشارتهم، تمام؟ لحد الحين يا شباب احنا كل اللي جبناه يعني اللي حسبناه في الاعلى حطيناه في الجدول هنا، ما عملناش يعني شغله جديده. طيب بعدك شباب اول خطوه بنعملها بعد ما بنجهز الديستريبيوشن فاكتور والفيكس اند مومنت اللي عباره عن حاجه بنسميها شباب بالانسنج، حاجه بنعمل اتزان، تمام؟ طبعا هما البالانسنج مرتبط فيها حاجه اسمها الكاري اوفر مومنت، اللي هي يعني هذول الشغلتين كل يعني كل دوره او كل اتريشن او كل محاوله بتكون عباره عن بالانسنج وكاري اوفر مومنت، بنعملهم بعدين نتاكد من حلنا انتهينا حل ولا لا. طيب نشوف شو البالانسنج وشو الكاري اوفر وبعدين ان شاء الله نشوف كيف بنخلص الحل. البالانسنج يا شباب بكل بساطه نشرحه كيف بيتم عندنا، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه يا شباب اللي هو يعني البالانسنج زي بدنا نعمل اتزان على الجوينت نفسها هذه، فبدنا نشوف يا شباب قديش قيمه المومنت الصافيه عندنا بعد ما نجمع او نطرح بعد ما نجمع المومنت اللي جاي على الكل اللي جاي على الجوينت هذه. يعني كيف يا شباب؟ عندنا هنا شباب في النص 150 بالسالب وعندنا 43.2 بالموجب، بنجمعهم. لو جمعناهم يا شباب باشارتهم بنجمعهم، طبعا 150 سالبه و43.2 بالموجب بيطلع لنا سالب 106.8، تمام؟ هلا شباب القيمه اللي بتطلع معي باخذها بعكس الاشاره، يعني طلعت معي 106.8 باخذ انا ايش؟ 106.8 موجب، هي طلعت معي سالب باخذها موجب. بعد ما اخذها موجب ايش بسوي يا شباب؟ الفرق اللي طلع معي هذا 106.8 ايش بسوي؟ بضرب في الديستريبيوشن فاكتور لكل طرف وبحطه القيمه هنا، يعني لو ضربت 106.8 ضرب 0.545 راح يطلع معك قديش؟ 58.2.
لو ضربت ايضا 106.8 ضرب 0.455 راح يطلع معنا قديش؟ موجب 4.8 او 48 يعني فاصل 6. تمام، بكل بساطه ايش اللي عملناه؟ جمعنا 43.2 الفيكس اند مومنت يعني للجوينت نفسها بجمع، بس ما بينفعش اجمع يعني مع شغله مع سي او مع اي، بجمع كل جوينت نفسها الجوينت لحالها، بجمع المومنت اللي جاي عليها قديش المومنت الكلي اللي جاي على الجوينت ب 150 بالسالب و43.2 بالموجب، فانا بجمعهم قديش الصافي عندي 106.8 اشارته سالب، بعكس الاشاره بصير عندي 106.8 اشارته موجب، بضرب في الديستريبيوشن فاكتور للقيمه هذه وبحط القيمه هنا، بضرب في الديستريبيوشن فاكتور بالقيمه هذه وبحطه ايش هنا. تمام، طيب بالنسبه اللي هو ايش للفيكس انومنت هذه ايش بسوي فيها؟ فيش ايش معها اجمع يعني شباب، حتكون عباره عن ايش؟ عباره عن 64.8 بعكس اشارتها بتصير عندنا ايش 64.8 موجب، بضربها في الديستريبيوشن فاكتور طبعا هو زيرو فبيطلع عندي القيمه ايش زيرو. نفس الشغله بالنسبه للسي 150 بتصير عندي سالب 150، بضربها في الزيرو بتطلع عندي ايش يا شباب زيرو. تمام، هيك خلصنا اللي هي ايش حاجه اسمها بالانسنج الاتزان يعني. تمام، طيب بعد شوي ايش نسوي؟ بدنا نعمل كاري اوفر مومنت. كاري اوفر مومنت، كاري اوفر شباب يعني انا اللي هي يعني الطرف هذا قديش بيعطي الطرف هذا؟ بيعطي قيمه نص، نص القيمه لانه عندنا طرف هذا فيكس، لو كان بين بيعطيه قديش يا شباب؟ واحد، او اسف زيرو، بيعطيه زيرو. طيب فال 58.2 نضربها في نص او نقسمها يعني على 2 بتطلع معنا قديش؟ 29.1 بنحطها هنا. الزيرو بدنا ناخذ نصه برضه بنحط القيمه هنا. نفس الشغله بالنسبه للمنبر، طبعا شباب يعني عشان نكون واضحين البالانسنج بعمله لكل جوينت لحالها، الكاري اوفر مومنت بعمله للمنبر نفسه للاي بي، يعني شايف انا قاعد في الكاري اوفر مومنت قاعد بوزع ما بين اي وبي. ف 58.2 نصها راح من بي على الاي. ومن عند الاي زيرو هذه راح نصها على مين؟ على البي. نفس الطريقه على البي سي هنا بعمل كاري اوفر مومنت 48.6 على 2 بيطلع 24.3 بنحطها هنا. الزيرو نصها بيطلع عندي هنا ايش؟ زيرو. طبعا هنا خلص الحل. ليش يا شباب؟ دائما بخلص عندنا الحل لما يكون عندك صار الانتيرير جوينت هذه او اللي هو الصبر هذا داخل هذا قيمته ايش هنا؟ من يمين على اليسار زيرو، على الطرف يعني هنا زيرو. او احيانا شباب بصلش معنا زيرو، يعني لو عملت خمس ست سبع اتريشن ست سبع محاولات بصلش معنا زيرو، فيعني بكون محدد لك قيمه صغيره يعني مثلا نص ربع ثلث شغله صغيره تصل لعندها بتوقف الحال بدون هذه قيمه المومنت اللي طلعت معنا. طيب السطر الاخير يا شباب كيف بنجيبه؟ هذا السطر الاخير هو عباره عن الجمع من عند الفيكس اند مومنت لعند ما تنتهي الحل تبعك. تمام، يعني كيف يا شباب؟ هي هنا سالب 64.8 من عند الفيكس انهم تنجمع زائد 0 زائد 29.1 باشارته بتطلع معنا قديش؟ سالب 35.7. عندنا هنا شباب 43.2 زائد 58.2 موجب وموجب نجمعهم بيطلع 101.4. هنا عندنا شباب سالب 150 و 48 موجب طبعا فاصل 6 بنجمعهم بيطلع معنا قديش شباب؟ برضه 101.4 بس بالاشاره ايش؟ سالبه. هنا ال 150 زائد ال 24.3 بيطلع لنا 174.3. تمام، يعني ان شاء الله تكون الحل سهل وبسيط. عندنا هنا يعني شباب احنا يعني هذا ابسط انواع الاسئله وهو كل نفس النظام يعني، بس في شغلات فنيات صغيره راح تمر علينا لقدام ان شاء الله. طبعا شباب احنا بعد ما هيك ما خلصنا يعني بنكون خلصنا ايش عملنا هيك؟ جبنا قيمه المومنت، هذا النتيجه النهائيه طلع معنا عباره عن قيمه المومنت للاي بي، مومنت للبي اي 101.4، مومنت للبي سي سالب 101.4، مومنت للسي بي عباره عن 174.3. ايش يا شباب موجب وسالب؟ زي ما قلنا سالب عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه. تمام، طيب في شباب بعض الاسئله بيجي عندنا شباب بعد ما تطلع الناتج هذا بيقول لك بدي ترسم لي اللي هو ايش البندنج مومنت دياجرام زي ما اخذنا في الشابتر الماضي، كيف يا شباب بدنا نرسمه؟ طبعا بنفس الطريقه اللي رسمنا فيها في الشابتر الماضي، راح نعين القيم هذه تحت المومنت كل واحد ايش بحسب اتجاهه، يعني السالب 35.7 وين حتكون يا شباب؟ عند الاي هنا، ايش اتجاهها؟ عكس عقارب الساعه، يبقى ايش؟ لاحظوا دير السهم حيكون بالاعلى من اعلى لاسفل، لاحظوا حركه السهم تبع الماوس هنا راح نعين 35.7 باتجاه كيف؟ راح تكون عندنا بالشكل التالي. طبعا انا الرسمه راح اورجيكم اياها بعد قليل ان شاء الله. ال 101.4 راح تكون عباره عن ايش؟ موجب مع عقارب الساعه، يبقى من اعلى لاسفل بالشكل هذا. السالب 101.4 عكس عقارب الساعه بالشكل هذا، تدير السهم برضه لاعلى. ال 174.3 حتكون عندنا ايش يا شباب؟ برضه موجب يبقى مع يبقى دير السهم ايش؟ لاعلى. طبعا انا رسمتها على الرسام اللي هي البندنج مومنت دايجرام للشكل، يعني بالشكل هذا. هي عندنا المومنت اي بي، المومنت بي اي، المومنت بي سي، والمومنت سي بي، تمام؟ وبالاشارات، يعني هذه هي السالبه
عكس عقارب الساعة، وهذه السالب عكس عقارب الساعة، أما هذه البي اي موجب مع عقارب الساعة. طيب بعد الشباب، بعد ما عينا اللي هو ايش الاسهم الاربعه او قيم المومنت الاربعه، كيف بدي اوصل بينهم؟ قلنا يا شباب وين دير السهم عندي على الاعلى هنا، وين دير السهم العلوي، او اسف وين دير السهم هنا علوي يا شباب، علوي بقى انا ايش بدي اكون قيمه المومنت راح تكون عند ايش، عند دير السهم لاعلى. وين دير السهم انا بدي اتحرك؟ طيب نبدا شباب، المومنت هنا عباره عن قديش؟ عباره عن راح تكون قديش قيمه المومنت عندنا كانت 35، بطلع يا شباب مسافه راسيه 35.7 بقف هنا، تمام. طيب عندنا شباب قيمه المومنت عند السبورت بي عباره عن قديش؟ 101.6 تقريبا، فبنطلع عند 101 يا شباب ونحط نقطه هنا. يا شباب كيف بدي اوصل بين النقطه هذه والنقطه هذه؟ بطلع يا شباب على نوع الحمل او نوع اللود الموجود في المنبر اي بي، راح تلاحظوا انه عندنا ايش؟ عباره عن كونسنتريتد لود. هيو يا شباب لو شفنا عندنا كونسنتريتد، السؤال الاصلي عندنا 90 كونسنتريتد لود، تمام. فكيف راح يكون يا شباب شكل البندنج مومنت دياجرام؟ قلنا نكون حافظين الكونسنتريتد لود يكون عباره عن ايش؟ حركه مثلثات. الديستريبيوتد لود زي هيك حيكون عباره عن ايش؟ عباره عن بارابولا، تمام. طيب فحيكون عندنا بالشكل التالي، راح ننزل عباره عن شكل مثلث ونوصل ما بين ايش؟ النقطتين اللي هي عند A وعند البي، شكل مثلث. لاحظوا هي شكل مثلث. بعدين يا شباب حروح انا قيمه المومنت عند اللي هو عند الركيز السي عباره عن قديش؟ تقريبا 173 وشيء، بنحط اللي هو ايش؟ عند ديل السهم بنطلع 173، بنحط نقطه هنا او بنعمل عمود. كيف راح نوصل بين النقطه هذه والنقطه هذه؟ راح نوصل ببارابولا. ليش؟ في عندنا ديستريبيوتد لود يا شباب، تمام. يعني هذه كانت بس فكره زي مراجعه على اللي هو طريقه الرسم اللي اخذناها من المره الماضيه. اللي حابب يستزيد اكثر شرحنا طريقه الرسم اكثر في المره الماضيه، بس هي بنفس الطريقه اللي احنا بنشرحها هذه. طيب نكمل شباب في الامثله، نيجي على المثال الثاني. المثال الثاني يا شباب يعني الفكره الجديده فيه بس انه عندنا طرف بن، يعني على اساس الواحد يكون فاهم الفكره قبل ما نبدا في الحل، اما الحل كله نفس نظام المثال الاول. بيجيك شباب نفس الطريقه، سؤال بيقول لك احسب قيمه المومنت عند كل سبورت، وقايل لك استخدم طريقه المومنت ديستريبيوشن ميثود. يبقى اول حاجه ايش بدي اسوي انا؟ بدي احسب الكي او اللي هو عباره عن الستيفنس فاكتور لكل ممبر، للاي بي وللبي سي. طيب للاي بي يا شباب ايش حتساوي؟ لاحظوا الطرف عندنا ايش؟ فيكس 6، يبقى حنقول 4 اي على ال، 4 في الاي اي على ال اللي عباره عن ايش؟ طول كامل 6. فبيطلع معنا شباب عباره عن ايش؟ 2 على 3 اي اي. الكي للبي سي يا شباب ايش راح نستخدم؟ عندنا طرف بن او رولر اسف وايش؟ وطرفي. فايش راح نستخدم يا شباب؟ حنقول 3 اي على ال مش 4 اي على ال، تمام؟ 3 اي على ال هذه 3. طيب فراح يطلع معنا شباب عباره عن 3 على 4 اي اي. طبعا يا شباب بس بدي انبهكم، نسيت اقول لكم السؤال الاول، احيانا شباب الاي بعطيك اياها على السؤال هنا، فبتكون 2 اي 3 اي، ما يخربطكوش فيها، تمام. بس هذه الشغله بيطلع الحل كله غلط عندك، تمام. يعني كل السؤال بيطلع غلط، وممكن ممكن يعني التصليح بيصلحش على بشكل عام، يعني على الغلطه هذه كله السؤال غلط. بس انا بقول لكم شباب بيطلع الحل كله غلط لو نسيت انت كان حاط لك مثلا هنا 2 اي للاي بي عوضت باي هنا، بيطلع الحل كله ايش؟ غلط. لاحظوا يعني احنا عندنا الكي بنحسب منها ديستريبيوشن فاكتور، فلو حسبنا ديستريبيوشن فاكتور شباب غلط، التوزيع عندنا تحت في قيم المومنت هنا راح يطلع عندنا كله غلط هذا، تمام. فيعني نكون مصحصحين، اول حاجه بالنسبه للاي نطلع ما يكونش معطينا الاي على الرسم قيمتها 2 اي او 3 اي، فاحنا بيطلع ايش الحل؟ بنعوض بالقيمه تبعتها. راح يمر علينا السؤال ان شاء الله بنفس الطريقه، بكون معطيك قيمه الاي 2 اي او 3 اي. طيب فراح نحسب يا شباب الكي للاي بي والكي للبي سي بنفس ما احنا قلنا 4 اي على ال وهنا 3 اي اي على ال. بعدين يا شباب ايش راح نحسب؟ ديستريبيوشن فاكتور للاي 0 وللسي 1، بنحسبهاش، بضل نحسب بس لمين؟ للبي اي وللبي سي. الديستريبيوشن فاكتور للبي اي يا شباب ايش حنساوي؟ حيساوي الكي للاي بي اللي عباره عن 2 على 3 على 2 على 3 زائد مين؟ 3 على 4 اللي هم ايش؟ التو ممبرز اللي بيشتركوا في الجوينت بي، تمام. طيب بعد كده شباب راح نحسب الديستريبيوشن فاكتور لمين؟ للبي سي. كيف راح نحسبها؟ عباره عن الكي للبي سي اللي عباره عن 3 على 4 على 3 على 4 زائد مين؟ 2 على 3 اللي هي عباره عن الكي للبي سي والكي للاي بي اللي مشتركات في الجوينت بي. طيب خلصنا يا شباب الديستريبيوشن فاكتور، طبعا زي ما قلنا هاي سي بي زي ما قلنا ايش؟ حتكون واحد لانه بين طرفي. نحسب بعد كده شباب مين عندنا؟ بنحسب الفيكس اند مومنت. بالنسبة للاي بي ايش حتساوي شباب؟ دبليو ال تربيع على 12، دبليو في ال تربيع، دبليو عبارة عن 24 في ال تربيع 36 على 12، بيطلع معنا شباب قديش؟ 72. طبعا شباب 72 سالب عند الاي بي وموجب عند البي اي، تمام؟ يعني خلص الشغلة صارت بدائية بالنسبة لنا. الفيكس ان مومنت شباب للبي سي هذه، طبعا السي فيش عندها، يعني فيش سي بي بس بي سي، قديش حتكون قيمتها يا شباب عندنا؟ عبارة عن
سالب 30. طبعا كيف جبناها شباب؟ هذه على الموديفايد 3 بي ال على 16، 3 بي ال على 16، من شرط ان نكون حافظينها. طيب فهيك شباب جبنا احنا ايش الفيكس المومنت، بنيجي نعمل اللي هو ايش الطريقه او الشكل اللي احنا اتفقنا عليه هذا. طبعا راح نحط اول شيء الديستريبيوشن فاكتور بالنسبه لاي 0 وبالنسبه لسي 1، بالنسبه لبي اي طلع معنا قديش 0.47، بالنسبه لبي سي طلع معنا قديش 0.53. الفيكس اند مومنت زي ما شفنا للاي بي جبناها 72 بالسالب عند الاي وبالموجب عند البي. الفيكس اند مومنت للبي سي طلع معنا سالب 30، للسي فيش عندنا فيكس اند مومنت زيرو يعني. طيب في عندنا شباب ملاحظه برضه اكيد الدكتور حكى لكم اياها، لما يكون عندنا شباب رولر او بن طرفي، رولر او بن طرفي لا بناخذ منه ولا بنعطيه، تمام؟ يعني لاحظوا عندنا هنا ايش، ما فيش لما نعمل كاري اوفر ناخذش منه ولا بنعطيه. البن او رولر الطرفي لما يكون عندنا لا بناخذ منه ولا بنعطيه. طيب هي عندنا شباب احنا وصلنا عند الفيكس اند مومنت، حطينا قيم الفيكس اند مومنت ووصلنا عند هنا. اول حاجه نسوي شباب بدنا نعمل بالانسنج اتزان. طيب 72 حتضربها في الصفر حتطلع عندك ايش شباب؟ زيرو. هنا حنعمل 30 و72 حيطلع معنا قديش؟ 42 بالموجب. 42 طبعا حتطلع سالبة حتحولها لموجب، حتطلع معنا لموجب حتحولها لسالبة، فحتطلع معك ايش؟ 42 سالب ضرب 0.47 بتطلع سالب 19.74. ال 42 بالسالب ضرب 0.53 راح تطلع معنا 22.26. تمام يعني شباب شغلات سهلة بدناش نضل نعيد فيها. كيف عملنا؟ ال 30 سالبة و72 موجب بنجمعهم بيطلع معنا شباب قديش؟ 42 موجب. 42 موجب باخذها سالبة، السالب 42 بضربها في 0.47 في الديستريبيوشن فاكتور هنا وبنحط القيمة هنا. نضربها في البونت 53 ال 42 هذا السالب في بونت 53 بيطلع معنا قديش؟ 22.26. طيب بعد شباب عملنا بالانسنج، طبعا لاحظوا هنا السي ما بندخلش فيها زي ما قلنا خلاص بدناش ايش نحكي فيها كثير ما بندخلش فيها. بعد شباب البالانسنج ايش نعمل؟ بنعمل كاري اوفر، دائما البالانسنج بتبعها كاري اوفر مباشره، يعني بعدين بقى اشوف حالي خلصت ولا لا. طيب فكاري اوفر شباب ايش راح نعمل؟ راح نقول 19.74 بالسالب هذه راح ناخذ نصها عند الاي، الزيرو نصها عند البي. طبعا هنا شباب فيش شيء اخذ منه فمباشره بحط صفر عندي هنا، تمام؟ هيك بكون يعني ايش خلصنا الكاري اوفر. هذا الصفر كيف جبناها؟ كانه بدنا يعني بدنا ناخذ نص قيمه هنا، هنا اصفار اعتبرهم كلهم، فيطلع عندك ايش هنا صفر يا شباب. هيك شباب بنكون خلصنا حل لانه صار عندنا صفر وصفر، باخذ قيمه المومنت. كيف باخذها؟ باجمع من عند الفيكس المومنت لكل ايش؟ لكل جوين، بقول 72 زائد سالب 19.74 بيطلع عندي القيمه 52.26. السالب 30 مع السالب 22 بيطلع السالب 52.26. السالب 72 مع السالب 9 بيطلع السالب سالب 72 مع السالب 9.735 بيطلع معنا شاب قديش؟ سالب المفروض يطلع 81 وشويه شباب. سالب 81.735 هذه مش 3 هي 8، خطأ مطبع يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. بس يا شباب هي هيك بنكون طلعنا قيمة المومنت عند الـ A، أو يعني لو طلب منك تكتبهم مومنت AB تكتب له إياها سالب 81.735، مومنت BA بتساوي موجب 52.26، مومنت BC تساوي سالب 52.26، مومنت CB تساوي 0، تمام؟ يعني الحل نكون مش انه اخذنا ناتج مش عارفين شو هذا الناتج، هي قيم المومنت هذه، هذه قيم المومنت اللي كنا نحسبها بالطرق السابقة. نجي على السؤال الثالث يا شباب. طبعا شباب السؤال الثالث هنا يعني بيظهر عندنا أول مثال من أمثلة اللي هو ايش؟ لو كان عندنا سيمتري أو تماثل يعني شباب. لاحظوا شباب عندنا A B C D، لاحظوا هذا الاستراكشر نفسه متماثل عندنا، يعني لو قطعناه من عند بين B C من النص المنبر B C هنا وطلع يعني راح يكون عندنا شكل من عند الاي لعند نص البي سي نفسه من عند نص البي سي لعند ايش الدي، بس معمول له ميرور يعني، تمام؟ فهذا احنا نقول ايش سيمتري في الاستراكشر. ايضا في اللود لو طلعنا في عندنا على بعد 2 من الطرف 36 كيلو نيوتن لود كونسنتريتد، ايضا هنا عند الدي على بعد 2 في عندنا 36 ونص البي سي، طبعا الحمل نفسه ديستريبيوتد على البي سي كامل، بدنا عملنا قطع من النص، ايضا الاحمال متماثله. فهذا يا شباب في الحاله هذه بكون عندنا سيمتري في اللود وفي الاستراكشر، تمام؟ يبقى ايش اللي راح يظهر معنا جديد؟ الكي لما نعمل ايش؟ قطع في عند اللي هو المنبر بنعمل فيه قطع، نشوف الحل كيف راح نفهم اكثر. اول حاجه شباب بدنا نحسب الكي، طبعا بنحل نص الشكل، يعني ايش فائده السيمتري يا شباب؟ انه انا بدي احل نص الشكل واقول خلاص النص الثاني نفس القيم بس معكوسه الاتجاه. نفس القيم بس معكوسه الاتجاه. الان بدنا نتعامل مع النواتج ان شاء الله راح نفهم. طيب راح نحسب يا شباب يعني احنا لمين؟ للاي بي ولنص البي سي، نحل للجزء هذا وبس. طيب فلذلك ايش بلزمنا؟ بلزمنا الكي للاي بي والكي للبي سي.
تمام. طيب الكلا الاي بي شباب ايش حتساوي عندنا؟ طبعا فيكس فيكس نقول 4 اي على ال، 4 في الاي اي على ايش؟ على ال، قول عندنا قديش طول كامل 4، فبيطلع معنا شباب ايش الناتج؟ عباره عن اي اي. الكلا البي سي يا شباب ايش حيساوي عندنا؟ قلنا شباب نعمل قطع في في السيمتري، فقلنا احنا اخذنا الحاله هذه فوق، قلنا اذا كان احنا استخدمنا حاله السيمتري يكون عندنا 2 اي اي على ال، مش 4 ولا 3، 2 اي اي على ال، فهي 2 اي اي على طول عندنا قديش؟ الطول الكامل بناخذه 6، فيطلع معنا شباب ثلث اي اي، تمام؟ طيب نيجي نحسب الديستربشن فاكتور، لمين نحسب الديستربشن فاكتور شباب؟ للاي بي وللبي سي، للبي اي وللبي سي، بس الثلاثه هذول اللي بيلزمونا، الباقي ده خلاص قلنا ايش نحسبه من السيمتري. طيب ديستربشن فاكتور للاي بي ايش حيساوي عندنا؟ مباشره زيرو لانه فيكس. طيب ديستربشن فاكتور شباب للبي اي ايش حيساوي؟ بنشوف مين مشترك في البي. اول حاجه عندنا اللي هو البي اي والبي سي، فحنحطهم في المقام الواحد والثلث. واحنا بنحسب للبي اي، فحنحط الكي للبي اي في الباص اللي عباره عن ايش؟ عباره عن اي اي. طبعا احنا زي ما قلنا اختصر الاي اي بضل عندك واحد وثلث هنا. هي حطينا واحد في الباص على واحد زائد ثلث. بطلع عندنا شباب قديش؟ 0.75. طبعا هذا الاي اي خطا مطبعي ما لهاش لازمه، اه نكتبهاش. ديستربشن فاكتور شباب للبي سي ايش حيساوي؟ البي سي وين الكي تبعتها؟ اللي عباره عن ايش؟ ثلث في الباص على في المقام كل المشترك في البي اللي هم عباره عن ايش؟ عباره عن الاي بي والبي سي، راح نحطهم في المقام اللي هي الواحد والثلث. بيطلع معنا شباب قديش؟ 0.25. لاحظوا نتاكد ثاني 0.75 زائد 0.25 1، يبقى الحل تبعنا سليم. طيب بعد شوي ايش بدنا نحسب؟ بدنا نحسب الفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت شباب للاي بي ايش راح تساوي شباب عندنا؟ عباره عن بي ال على 8، بي ال على 8 هي عباره عن ايش؟ سالب 18، بتطلع البي عباره عن 36 في ال 4 على 8، تمام؟ بيطلع لنا سالب 18 بالنسبه للاي بي، البي اي موجب 18. طيب الفيكس اند مومنت شباب للبي سي بدي احسبها برضه، راح تلزمنا ايش حتكون قيمتها؟ عباره عن دبليو ال تربيع على 12، دبليو ال تربيع على 12، بتطلع معنا قديش يا شباب؟ 72. طيب نيجي شباب نعين القيم، لاحظوا ايش راح نحل؟ راح نحل نص الشكل، هي كتبنا بس السبورت اي والسبورت بي، الباقي شباب ما كتبناهوش ليش؟ نفس القيم بعكس الاتجاه. طيب اول حاجه شباب ايش راح نكتب؟ راح نكتب ديستريبيوشن فاكتور بالنسبه لاي 0، بالنسبه لبي اي 0.75 هي زي ما طلع معنا 0.75، بالنسبه لبي سي ايش طلع معنا؟ 0.25، هي عوضناهم. الفيكس مومنت ايضا بالنسبه لاي قديش طلع معنا؟ لاي بي سالب 18 وللبي اي 18، هنا سالب 18 18. البي سي عباره عن ايش؟ سالب 72، هي عوضنا سالب 72. بعد شباب ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل بالانسنج اول حاجه، طبعا ال 18 في الزيرو بتطلع لنا ايش؟ زيرو. هنا 72 سالب زائد 18 بيطلع معنا ايش؟ بالموجب 44، بيطلع معنا بالموجب 54 يا شباب، 54 بالموجب. فايش يا شباب بنسوي؟ بنضربها في 0.75 بيطلع معنا ايش؟ بتطلع معنا بالسالب، بنحولها لموجب يعني تلقائيا بس هيك، بنجمع 8 18 زائد 72 بالسالب بيطلع معنا سالب 54، سالب 54 بناخذها 54 موجب، ضرب 0.75 بيطلع 40.5 بالموجب، ضرب 0.25 بيطلع 13.5 بالموجب. بعدك شباب ايش بدنا نعمل؟ كاري اوفر. كاري اوفر يعني ايش؟ نص ال 40.5 بتروح هنا، نص الصفر بده يجي هنا، ال 13 يعني اسف اللي هي هنا عندك تحت البي سي، كانه يعني اخذنا من الصفر نصها، فايش بيجي عندنا صفر. هيك شباب بنكون خلص الحل، ليش؟ لانه صفر عندنا عند ايش؟ عند نقطة داخلية أو عند سبورت داخلي. فهيك شباب ايش بنسوي؟ بدنا ناخذ قيم المومنت، بنجمع من عند الفيكس اند مومنت لعند النهاية لعند الكاري اوفر، سالب 18 مع موجب 20.25 بيطلع معنا موجب 2.25. 18 زائد 40.5 بيطلع عندنا 58.5، 72 بالسالب 13.5 بالموجب بيطلع عندنا 58.5. هاي شباب قيم المومنت اي بي، مومنت بي اي، مومنت بي سي. طبعا شباب لما نجيب باقي القيم المومنت عندنا، يعني احنا جبنا مومنت اي بي، نفس القيمة حتطلع على مومنت دي سي بس بعكس الإشارة. يعني طلعت معنا قيمة قديش؟ 2.25، راح تطلع مومنت دي سي 2.25 عكس عقارب الساعة، تمام؟ طيب المومنت أيضا يعني بنفس الطريقة، المومنت مثلا نقول عند مين؟ عند البي، البي سي طلعت معنا شباب قديش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. المومنت شباب بي سي طلعت معنا قديش؟ سالب 58.5، البي سي سالب 58.5، فعندك المومنت سي بي راح تطلع معنا موجب 58.5 يعني باتجاه ايش؟ مع عقارب الساعة. كل واحدة واللي بتقابلها يعني شباب، يعني ال A B بتقابلها مين؟ ال D C. ال B A بتقابلها مين يا شباب؟ بتقابلها ال C D. ال B C بتقابلها مين؟ ال C B، تمام؟ نفس القيمة بس عكس الاتجاه، تمام؟ هذا ايه بالنسبة للسيمتري. نيجي على مثال الرابع شباب. طيب
طيب مثال الرابع شباب برضو، طبعا في نفس السؤال هذا في نفس المثال في السلايد بنفس الطريقة يعني بنفس النظام. اللهم صل على سيدنا محمد. بيجي عندك شاب السؤال بيقول لك برضو تحسب لي قيمة المومنت عند كل سبورت باستخدام في المومنت ديستريبيوشن، ومعطيك معلومة إضافية في السؤال هذا اللي عبارة عن ايش يا شباب؟ عبارة عن انه سبورت بي سينك باي 10 مليمتر، ومعطيك قيمة الاي اي تعوضها العبارة عن ايش؟ 200 كيلو نيوتن دوت متر مربع. تمام؟ طيب يعني شباب في عندنا هنا ايش؟ في عندنا هبوط، في عندنا دلتا، فبدنا ناخذها بعين الاعتبار. طيب نيجي نشوف كيف الحل تبعنا، طبعا مش راح يكون شغله كبيره يعني ان شاء الله تقلقوا، الشغله سهله ان شاء الله. اول حاجه شباب ايش بنسوي؟ بنطلع على الشكل اللي عندنا، كم منبر عندنا؟ اي بي وبي سي باثنين، يبقى بدي اعمل الكي للاي بي والكي للبي سي. طبعا عندك للاي بي فيكس يبقى 4 اي اي على ال، 4 اي اي على ال، قلت كامل قديش عندنا؟ 3، فبيطلع 4 3 اي اي. الكي للبي سي، للبي سي يا شباب عندنا طرف ايش؟ رولر، فايش حيكون عندنا؟ حنستخدم الموديفايد 3 اي على ال مش 4. 3 اي على ال طول عندنا 6، بيطلع عندنا شباب قديش؟ نص اي اي. طبعا ما عوضناهاش لانه راح نختصرها الاي اي، تمام؟ ما عوضناهاش هنا لانه راح نختصرها. طيب نيجي نعوض يا شباب، عندنا ديستريشن فاكتور بالنسبه لاي 0، بالنسبه للسي 1، نيجي نحسب بس للبي اي وللبي سي. طيب للبي اي ايش حيساوي عندنا يا شباب؟ راح نحط 4 3 اللي هو الكي يعني الخاصه في البي اي على الكي الخاصه في البي اي زائد البي سي. طيب عباره عن ايش؟ عباره عن 4 3 على 4 3 زائد نص، بيطلع لنا شباب قديش؟ على حسب بنحسبها 0.7 3. بالنسبه للديستريشن فاكتور شباب للبي سي ايش راح يطلع معنا؟ حنحط في البسط الكي للبي سي عباره عن نص على في المقام 4 3 زائد نص اللي هم عباره عن الكي للبي اي والبي سي. بيطلع لنا شباب قيمه قديش؟ 0.27. زي ما قلت لكم ممكن مباشره نحسبها 1 ناقص 0.7 3، بس للتاكيد احسب التنتين وشيك على حلك. طيب الفيكس المومنت زي ما قلنا للسي بي عباره عن ايش؟ واحد لانه رولر او بين طرفين. طيب بعدك شباب ايش راح نحسب؟ راح نحسب الفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت شباب للاي بي بي ال على 8، بيطلع عندنا شباب قيمته سالب 2.25 ل سالب 2.4 يعني بالنسبه لاي بي، للبي اي موجب 2.4. الفيكس اند مومنت للبي سي عباره عن قديش يا شباب؟ دبليو ال تربيع على 8 مش على 12 لانه ايش؟ موديفايد، فبيطلع معنا شباب قديش؟ سالب 9 للبي سي. السي بي ما لهاش زيرو. طيب لحد الحين يا شباب احنا ما اخذناش السيتلمنت في عين الاعتبار، فايش راح نسوي يا شباب؟ لو رجعتوا يا شباب على شابتر 11 في القوانين اللي استخدمناها لحساب الفيكس اند مومنت، راح تلاقوا شباب فيها قوانين بتحسب الفيكس اند مومنت اللي نتج من السيتلمنت او من الهبوط. طبعا راح تلاقوا القانون تبعنا يا شباب، القانون تبعنا عباره عن ايش؟ عباره عن سالب 6 اي اي في الدلتا على ال تربيع. تمام يا شباب؟ طبعا هذا في الحاله ايش يا شباب؟ السالب 6 اي اي في الدلتا على ال تربيع، هذا في حاله كان عندك الطرفين فيكس. طب لو كان عندنا شباب موديفايد يعني زي هنا الحاله هذه، طرف عندنا رولر، بتصير بدل السته بس ايش؟ بس ثلاثه، يعني هي اللي بتفرق، سالب 3 اي اي في الدلتا على ال تربيع. يبقى هذه القوانين يا شباب تعطى يعني لك في الامتحان، يعني انت بتحسب بس بدك تكون عارف ايش هي هذه القوانين. السالب 6 اي اي في الدلتا على ال تربيع بستخدمها متى؟ لما يكون في عندي دلتا او هبوط او ديسبليسمنت والطرفين عندي او المنبر تبعي هذا عباره عن ايش؟ فيكس من الطرفين. في عندي حاله موديفايد يعني طرف منهم بن، بستخدم مين؟ القانون الثاني عباره عن ايش؟ 3 او سالب 3 اي اي في الدلتا على ال تربيع. طبعا السالب للحالتين يعني عشان في السالب موجود دائما. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف يا شباب كيف راح نعوض فيه. طبعا عباره عن 6 ثابت الاي اي ممكن معطيني اياها هو عباره عن قديش؟ 200 ضرب الدلتا يا شباب عباره عن قديش؟ قال لي هو سينكس او كان في هبوط او يعني قديش؟ 10 ملم، حولها لمتر يا شباب قديش بتطلع معنا؟ 10 على 1000 تطلع 0.01 يعني 1 من 100، فراح نعوض يا شباب 1 من 100 على ال تربيع قديش عندنا يا شباب؟ ال للمنبر اي بي، انا قاعد بحسب لاي بي قديش بيطلع معنا؟ حيكون عباره عن الطول تبعنا 6 او 3 تربيع. بس يا شباب ملاحظه كاتبين، لاحظوا هنا يعني ايش كتبنا هنا؟ دلتا موجبه قيمتها قديش؟ 0.1 موجب. في ناس بتطلع هنا شافتها هنا مكتوبه ايش؟ سالبه. ليش يا شباب؟ زي ما قلنا يا شباب بالنسبه للديسبليسمنت، اذا كانت الديسبليسمنت حركه المنبر لما يصير له هبوط مع عقارب الساعه بنعوض الدلتا موجبه، اذا كانت حركه المنبر عكس عقارب الساعه لما صار له هبوط بنعوضها قيمه ايش؟ سالبه. لاحظوا شباب معي اي بي صار هبوط عند البي، تخيلوا شباب عندنا هنا يعني كيف اقول لكم؟ البي من عادي او مثلا نقول عصايه شباب او عصايه او سيخ، وفي عندنا ركيزه هنا وهنا، ورحنا شلنا لعند البي، ايش راح يصير عندنا شباب؟ كيف راح يكون شكل الهبوط يعني؟ انزل من عند البي شوي فراح يكون عندك الدوران كانه شباب ايش؟ مع عقارب الساعه، انا قاعد ببسط لكم في تخيلوا شكل الدوران لو صار هبوط عند البي، كيف راح يكون شكل او اتجاه الدوران او حركه الاي بي؟ راح يكون شباب مع عقارب الساعه،
يعني تخيلوا عند البي في نشيل السبورت ايش راح يكون شكل الهبوط؟ راح يكون بالشكل التالي، راح يكون دوران مع عقارب الساعة، تمام؟ بينما شباب بعكس الاتجاه حيكون عندنا حركة مين؟ السي بي، راح يكون عبارة عن ايش حركته يا شباب؟ لو نزل عندنا بي شوية راح يكون عندنا ايش اتجاه الدوران تبعه عكس عقارب الساعة، لذلك عوضناها موجب وسالب حسب ايش؟ اتجاه الديسبليسمنت. هذه هل هي موجب ولا سالب؟ حسب اتجاه حركة المنبر اللي صار له هبوط، تمام؟ طيب فعوضنا هنا بوينت واحد على طول كامل عندنا ايش؟ 3 تربيع. هذا بالنسبة للديسبليسمنت بالنسبة لاي بي ولا بي اي. طيب بالنسبة لبي سي يا شباب زي ما قلنا بنفس الطريقة راح نستخدم بس الموديفايد للبي سي، هاي قاعدين نقول للبي سي نستخدم ايش الموديفايد، ليش؟ لأن الطرف البعيد عندنا ايش؟ بن او رولر، او الطرف عبارة عن بن او رولر. سالب 3 في اي اي سي سالب 3 عوضناها في الاي عبارة عن او الاي اي 200، في الدلتا حنعوض بوينت او واحد بس بالقيمة ايش يا شباب؟ قيمة سالبة لأنها عكس عقارب الساعة، على التربيع اللي هو 6 تربيع بيطلع 36، هو الكلام المعوض عندنا هنا. بيطلع ان شباب القيمه قديش؟ 0.165. الحين شباب انا عندي فيكس اند مومنت جاي من اللود او من الاحمال، وفيكس اند مومنت جاي شباب من ايش؟ من الديسبليسمنت او من الهبوط يعني من السيتلمنت. ايش بدي اسوي شباب؟ بدي اجيب فيكس اند مومنت كلي للشكل كله، فايش راح نعمل؟ هاي بالشكل التالي راح رحنا اللي هو ايش؟ جمعناهم جمع جبري. يعني فيكس اند مومنت عند الاي بي طلعت معنا في الاول سالب 2.25، بنجمع لها جمع السالب 1.33 بتطلع لنا قديش؟ سالب 3.58. ايضا الفيكس اند مومنت للبي اي طلعت معنا 2.25 بالموجب، بنجمع لها السالب 1.33 بيطلع معنا قديش؟ موجب 2 موجب 0.92. الفيكس اند مومنت للبي سي طلعت معنا شباب سالب 9، بنجمع لها الموجب 0.165 بيطلع معنا قديش يا شباب الناتج؟ سالب 8.835. بعد شباب بيختلف ايش الحل عندنا، بنفس الطريقه بنروح بنعمل اللي هو الشكل اللي احنا اتفقنا عليه هذا، بنحط الديستريبيوشن فاكتور عند الاي 0 عند السي 1 للبي اي طبعا حسبناه بوينت 73، للبي سي حسبناه بوينت 27 اللي هم هذول يعني شباب. احد يكون نسي عشان طولنا في حساب الفيكس اند مومنت، فهنا عوضناهم هنا يا شباب. بعد كده ايش نسوي؟ نعوض الفيكس اند مومنت النهائيه المعدله، مش حد يخربط يروح يجيب القيم اللي فوق هذه، لا بنحسب المعدله الجاهزه النهائيه. الفيكس اند مومنت للاي بي سالب 3 سالب 3.58 هي سالب 3.58، للبي اي موجب 0.92 هي موجب 0.92، للفيكس اند مومنت للبي سي سالب 8.83 عوضا سالب 8.835. يعني ايش راح نعمل؟ بالانسنج، راح نعمل مجموع القيمتين هذول قديش راح يطلع الفرق بينهم، راح نضرب مره ب0.73 ومره ب0.27 ونحط القيم هنا. البوينت 3.58 بنعملها بنقول بنضربها في الصفر بيطلع عندنا صفر، البن الطرفي اللي بناخذ منه ولا بنعطيه. يعني شباب بعد ما خلصنا البالانسنج بنعمل ايش؟ بنعمل كاري اوفر ال 5.77، بناخذ نصها هنا الزيرو، بناخذ نصها هنا الزيرو، هذه كانه اخذنا زيرو من ايش؟ من البن. فبيطلع عندنا شباب هيك خلص الحل، بتطلع معنا شباب قيمه المومنت عند المومنت اي بي حتساوي سالب 0.69، المومنت بي اي حتساوي 6.69، المومنت بي سي حتساوي سالب 6.705. يعني شباب السؤال كله بس الفكره فيه انه احنا ايش؟ ناخذ الدلتا بعين الاعتبار، بس الفكره في السؤال هذا. طيب نيجي شباب على السؤال الخامس. طيب بقول لك شباب هنا السؤال الخامس بنفس الطريقه، يعني حيكون عباره عن احسب قيم المومنت عند كل جوين. يعني الفكره الجديده شباب عندنا ايش الفكره الجديده اللي احنا شايفينها؟ انه في عندنا كانتليفر او طاير يعني. راح نحسب شباب الكي لكل منبر للاي بي وللبي سي. طبعا الكي للطاير ما لهوش كي يعني ما يحسبلوش كي، تمام؟ طيب راح نشوف بس يعني ايش الفكره الجديده في الكي في الطاير. لما يكون عندنا طاير شباب ناخذ منه بس مره واحده وبعدين خلص بنسيبه. الحين في الحاله راح نشوف الكلام. طيب الكي للاي بي شباب عباره عن ايش؟ 4 اي اي على ال 4 في الاي اي على 20، الطول اللي هو عباره عن 20، بيطلع عندنا شباب ايش؟ اي اي على 5. الكي للبي سي شباب ايش حيكون عندنا؟ موديفايد، تمام يا شباب؟ هذه الحاله بنعتبرها ايضا مع الموديفايد، بنستخدم 3 اي اي على ال، والطول عندنا عباره عن ايش؟ 20. طيب ديسبشن فاكتور يا شباب للاي 0 وللسي 1، نضل نحسب للبي اي وللبي سي. طيب للبي اي شباب ايش حتساوي؟ خمس على خمس زائد 3 على 20. خمس على خمس زائد 3 على 20. بالنسبه للبي سي ايش حيساوي عندنا شباب؟ 3 على 20 على خمس زائد 3 على 20. الفيكس اند مومنت يا شباب بالنسبه للاي بي والبي اي 0، ليش؟ لانه فيش عندنا احمال، فيش عندنا احمال. الفيكس اند مومنت للبي سي ايش حتكون عندنا شباب قيمتها؟ عباره عن عباره عن سالب 40. طبعا برضو راح نستخدم الموديفايد يعني بي ال على 8، بي هي بون 8 في ال ال او اسف دبليو ال تربيع 8،
دبليو ال تربيع على 8 مش على 12 لانها برضه موديفايد. فراح طبعا الشباب سالب 0.8 في ال 20 تربيع على 8 بيطلع معنا الشباب قديش سالب 40. طبعا سي بي ما فيش الها مومنت. طيب في عندنا مومنت للسي دي قديش قيمتها يا شباب؟ عباره عن قيمه القوه هذه او قيمه القوه ضرب الذراع تبعها، فهي عباره عن نص ضرب 15 راح يطلع معنا اي 7.5. بس ايش اتجاهها يا شباب؟ عكس عقارب الساعه فهي سالبه تمام، راح يعطينا 7.5 سالب. طيب هيك راح نيجي نعوض نفس الطريقه اللي حكينا عنها، ديستريبيوشن فاكتور فيكس ان مومنت، ديستريبيوشن فاكتور لاي 0 للسي 1، للبي اي طلع معنا 4 على 7، للبي سي طلع معنا 3 على 7 تمام. طيب الفيكس ان مومنت يا شباب للاي وللبي قلنا اي 0 لانهم فيش عندهم احمال، للبي سي طلع معنا سالب 40، للسي بي ما فيش عندها لانها رولر، للسي دي كان عندنا عباره عن ايش؟ سالب 7.5. طيب نيجي نعمل يا شباب بالانسنج، نيجي نعمل اول اتريشن بالانسنج، يعني ايش راح يطلع يا شباب؟ الصفر ما فيش عندك يعني، خلاص اضربه في صفر يطلع صفر. هنا اجمع اللي هو ال 40 مع زيرو بيطلع معنا سالب 40، تاخذها موجب 40 وضربها في 4 على 7 بنحط القيمه هنا، موجب 40 ضرب 3 على 7 بنحط القيمه هنا تمام. طيب هنا يا شباب بس اول مره بنعمل ديزاين، يعني بس نخلص كاري اوفر اول مره، يعني اول محاوله بس، وبعد هيك يا شباب ايش؟ خلص ما نتعاملش مع البن، يعني هنا بس بنتعامل معاه مره واحده. ليش؟ عشان في عندنا كانتليفر. طيب فراح نعمل ديزاين يا شباب حيطلع معنا ايش؟ 7.5 بالموجب، 7.5 بالموجب، بنضربها في 1 تطلع 7.5 تمام. هذا هي كانت سالبه منها موجب، ضرب 1 تطلع 7.5. طيب بعد ما عملنا 7.5 راح نعمل، راح نعمل كاري اوفر. الكاري اوفر ايش راح يساوي؟ نص الزيرو راح يجي هنا، نص 22.84 راح يجي هنا، ال 17.4 خلص يعني بناخدش او بنعطيش اللي هو ايش؟ البن هذا خلص، بعد هيك ما بنستخدمش القيم تبعت البن، بتخليها جاهزه لعند ما احنا عارفين. ال 7.5 راح ناخد ايش؟ نصها عندنا هنا. يعني شباب هنا عشان اكون يعني شغله ببساطه، يعني شباب احنا عارفين يا شباب قيمه المومنت عند السي دي قديش قيمتها يا شباب؟ 7.5. فطبيعي يا شباب تكون قيمه المومنت للسي بي قديش حتكون عندنا برضه؟ 7.5 يا شباب. فاحنا يعني لما نيجي نحل هنا مباشره انا بعرف انه بدي اوقف حل هنا. ليش يا شباب؟ لازم تكون يا شباب قيمه المومنت على الطرفين هنا يا شباب ايش حتكون؟ متساويه، يعني السي دي والسي بي لازم يكونوا قد بعض. طيب فاحنا شباب عملنا كاري اوفر هنا صارت 3.5.75، يعني اخذنا منها بس مره بنعطيهاش البن، لما يكون عندنا كانتليفر لها بنتعامل معها بس مره واحده عشان الشغله نكون حافظينها، يعني لو اجتنا نكون ما نغلطش فيها. طيب بعد ما عندنا شباب الكاري اوفر بنلاحظ ان شباب صارت عندنا هنا صفر، هنا 3.75 ما صفرتش لسه، بنكمل بالانسنج مره ثانيه. طبعا هنا شباب صار عندنا 11.43 نضربها في الزيرو بضل عندنا ايش؟ زيرو. هنا 3.75 زائد 0 بصير عندنا ايش؟ 3.75 موجب، ناخذها سالبه وبنضربها في 4 على 7 بيطلع لنا قيمه سالب 2.14، بنضربها في 3 على 7 بيطلع معنا سالب 1.6. طيب بعد شباب ما عملنا بالانسنج ايش نسوي؟ نكمل مباشره كاري اوفر. البالانسنج شباب دائما مرتبط فيها الكاري اوفر مومنت. طيب فراح نعمل كاري اوفر مومنت شباب ايش راح نسوي؟ نص 2.14 راح تجي هنا، الزيرو نص راح يجي هنا، طبعا هنا ما فيش بن راح ناخذ منه، راح نحط ايش مباشره هنا ايش؟ زيرو. هيك شباب نخلص الحل لانه وصلنا عند 0.0 بالنسبه لايش؟ لجوين الداخليه. باخذ قيم المومنت كيف راح ناخذها يا شباب؟ راح نجمع من عند الفيكس ان مومنت 0 زائد 0 زائد 11.43 زائد 1.7 او 0.7 بس بالسالب هذه، بتطلع معنا قديش؟ 10.36. هنا بنفس الطريقه راح نجمع 0 22.86 والسالب 2.14 بتطلع معنا شباب 20.72. هنا راح نجمع السالب 40 مع الموجب 17 مع الموجب 3.75 مع السالب 1.6 بيطلع معنا قديش يا شباب؟ سالب 20.72. طبعا هنا بننزل 7.2 وسالب 7 او اسف 7.5 عباره عن ايش؟ سالب 7.5. هيك بنكون خلصنا حل السؤال، اخذنا قيم المومنت يعني عند كل سبور. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 6. طبعا يا شباب كل الاسئله اللي كانت قبل عنا بتتكلم عن ايش؟ عباره عن بيمز، عباره عن ايه؟ بيمز. هنا يا شباب اول مثال يعني على ايش؟ على الفريم. طيب الحل يا شباب هنا ما بيفرقش عن يعني في الفريم، ما بيفرقش عن البيم ولا حاجه، نفس الشغلات اللي استخدمناها في الفريم في البيم راح نستخدمها في الفريم، بس يعني الحل بيكون ايش؟ اكبر شويه. الان راح نشوف. طيب بنفس الطريقه يا شباب ايش راح نسوي؟ بدايه الحل تبعنا بطلب منا قيمه المومنت عند كل جوينت، وبستخدم طريقه مومنت ديستريبيوشن ميثود. ايش راح نسوي شباب؟ اول حاجه بدنا نحسب قيم الكي او عباره عن ستيفنس فاكتور لكل ممبر، للاي بي للبي سي للبي دي وللدي اي تمام. طيب الكي للاي بي شباب ايش راح يسوي عنا؟ طبعا لاحظوا شباب عندنا الاي بن هنا، الاي هذا ايش؟ بن. فراح نستخدم موديفايد 3 اي اي على ال، هاي 3 اي اي على ال 20
بطلع انا شايف قديش معنا، بس لازم شايف في عندنا هنا ايش، انا شغله مش ناسيها بس بدي اشوف ايش مين مصحصح مش مصحصح. هنا شايف في عندنا الاثنين، لاحظوا عندك اثنين اي اي، هنا اي، هنا اثنين اي اي للبي دي، لا الدي اي عندك اياها اي. فشباب الشغله هذه بتغلطك، بتخرب السؤال كله عليك، تمام؟ لك تكون مركز عارف ايش معطيك، معطيك على اللي هو ايش على الرسمه عندك. طيب خلينا نقول شباب الكي للاي بي ايش حتساوي؟ زي ما قلنا 3 اي اي في 2، 3 في اي في 2 اي، يعني على ال على 20 بيطلع معنا شباب قديش؟ 0.3 اي اي او 3 على 10، 3 على 10. طيب الكي للبي سي شباب ايش راح تساوي عندنا؟ للبي سي هي عندنا البي سي طبعا قاعد نعطيك اياها اي، وعندك فيكس، فيكس بقى 4 اي اي على ال، 4 اي اي على 15. للدي اي بنفس الطريقه 4 اي اي على 15. للبي دي ايش راح تساوي عندنا شباب؟ 4 في اي في 2 اي على ال هو 30، بيطلع معنا 4 اي على 15. طيب نيجي يا شباب نحسب الديستريبيوشن فاكتور للسي وللاي، طبعا احنا كتبنا لهم كاتبهم ها السي بي والاي دي عباره عن قديش؟ زيرو لانهم فيكس. وللاي بي ايش حتساوي؟ 1. طيب نحسب الديستريبيوشن فاكتور شباب لمين؟ للبي اي والبي سي والبي دي، تمام؟ يعني الجوينت بي شباب عندنا هنا في الحاله هذه بيكون عندك ديستريبيوشن فاكتور لها لثلاث، ثلاثه ممبرز، يعني بتحملوا الحمل اللي جاي عن جوينت بي ثلاثه ممبر اللي هم البي اي والبي سي والبي دي. لاحظوا الرسم معنا مبين عندنا. طيب نحسب شباب الديستريبيوشن فاكتور يا شباب ل جوينت بي. اول حاجه نبدا بالممبر بي سي، هاي الممبر بي سي ايش راح نقول شباب؟ الكي للبي سي تبعتنا قديش؟ 4 على 15 على في المقام 4 على 15 زائد اللي مشترك ايضا في الجوينت بي نوع عباره عن مين؟ بي اي، هاي قيمتها قديش؟ من 3 او 3 على 10 هاي. والبي دي اللي عباره عن قديش؟ هيها 4 على 15، يعني حاطينها 4 على 15، تمام؟ بيطلع معنا يا شباب قديش القيمه؟ 0.32. يا شباب بدي اوصلكم معلومه انه عندك الجوينت بي نجمع ثلاث قيم يطلع مجموعهم واحد، لانه فيها ثلاثه ممبر مشتركين في الجوينت بي، تمام؟ ثلاث قيم من الديسكربشن فاكتور راح يطلع معهم قيمتهم واحد. طيب نكمل بالنسبه لنا بعد البي سي راح ناخذ مين؟ بعد البي سي ناخذ البي دي، نشوف البي دي يا شباب. هاي البي دي عباره عن ايش يا شباب؟ الكي للبي دي قديش عندنا؟ 4 على 15، هاي الكي للدي بي او البي دي عباره عن ايش؟ 4 على 15. فراح نعوض 4 على 15 هيها على 4 على 15 زائد 4 على 15 زائد 3 على 10، اللي هم الكي للبي اي والبي سي والبي دي اللي احنا استعملناه، تمام؟ القيم كلها اللي بنعوضها المشتركه في نقطه الجوينت بي. بيطلع معنا يا شباب قديش؟ 0.3 اثنين. الحين شباب انا جبت البي دي والبي سي، ممكن اجيب انا شباب البي اي مباشره كيف؟ اقول واحد ناقص البوينت 3 2 ناقص البوينت 3 2 هذه ثانيه، تمام؟ بدكاش كمل حل وبتجيب له ايش؟ للبي اي، بتطلع معنا قديش يا شباب؟ بوينت 3 6. كيف جبناها؟ نفس الطريقه، الكي للاي بي عباره عن قديش؟ 3 على 10 على الكي للاي بي 3 على 10 زائد الكي للبي اي، للاسف للبي سي زائد الكي للبي دي، تمام؟ ضل عندنا شباب بس نجيب الكي لمين؟ الكي للدي بي او الكي للدي بي والكي لمين؟ للدي اي، تمام؟ طيب الكي للدي اي يا شباب ايش حتساوي عندنا؟ 4 على 15، يعني مين مشترك في جون دي؟ بس اللي هي الدي اي والدي بي. هاي الدي اي قديش قيمتها يا شباب؟ 4 على 15. والدي بي قديش قيمتها يا شباب؟ 4 على 15. يبقى احنا نقول 4 على 15 على 4 على 15 زائد 4 على 15، تمام؟ ف الدي بي شباب ايش راح تطلع معنا برضه؟ نص، تطلع معنا هنا شباب نص دي اي، يبقى مباشره بعرف انه ايش؟ الدي بي حتساوي برضه نص. هي عندنا ايش؟ برضه نص. هيك شباب بنكون خلصنا الفيكس اند، هيك خلصنا شباب بنكون عندنا ايش؟ قيم الديستريبيوشن فاكتور للجوينت كلها. ضل شباب نحسب مين؟ الفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت شباب للاي بي ايش راح تساوي عندنا؟ 3 بي ال على ست، او اسف حتساوي عندنا دبليو ال، دبليو ال تربيع على 8. دبليو ال تربيع على 8 اللي هو هيها 3 في 20 تربيع على 8. الفيكسد مومنت للبي دي ايش حتساوي؟ حتساوي ايش؟ دبليو ال تربيع على 12. الفيكسد مومنت للدي بي ايش حتساوي عندنا يا شباب؟ بنفس الطريقه دبليو ال تربيع على 12 بس باشاره موجبه. الشغلات هذه صارت شباب صارت عندنا يعني شغله ايش؟ بدائيه. طبعا الفيكسد مومنت للبي سي او للسي بي للدي اي والاي دي كلهم عباره عن ايش؟ زيرو. ليش؟ فش عندنا لود عليهم. طبعا الكلام مكتوب عندنا هنا او مش كاتبينه خلاص تلقائي. طيب بعد شباب ما خلصنا لحساب قيم الديستريبيوشن فاكتور وقيم الفيكس اند مومنت ايش راح نيجي يا شباب؟ راح نيجي نعمل الاستراكشر تبعنا زي ما كان، يعني شوفوا الشكل تبعنا الفريم هو هو رسمناه. طبعا يا شباب انا بفضل نحل على السؤال نفسه. ما تقدرش تحل على السؤال نفسه على الرسمه نفسها، بدك ترسم الفريم ثاني بالشكل التالي.
طيب شباب، بعد ما رسمناه ايش راح نسوي؟ يعني تخافوش، الشكل هو كبير مبين عليه وعفش شويه، بس الشغله سهله، هو نفس الحل اللي حليناه قبل شويه. اول حاجه شباب ايش راح نسوي؟ راح نوزع قيم السبشن فاكتور زي ما حسبناها بالاعلى. طبعا عند الايبن قلنا واحد، عند الفيكس تحت 0 0 لانهم ايش؟ فيكس. عند الجوين بي يا شباب البي اي حسبناها، والبي سي حسبناها، والبي دي حسبناها، كلهم يعني ايش؟ موجودين عندنا. فنفس ما حسبناهم من فوق يا شباب بنعينهم هنا، يعني نشوف كيف عندنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، ناخذ المين البي سي مثلا، البي سي قديش قيمتها طلعت معنا شباب بالديسبشن فاكتور؟ 0.32. فبنروح شباب بنحط هاي 0.32، هاي وين عندنا؟ البي سي، هاي البي سي 0.32، هاي 0.32 تمام. ناخذ الشباب مين؟ ناخذ هذه البي اي، البي اي هي 0.36 حسبناها، هي هنا عندنا 0.36، هي عندنا بالشكل التالي، هاي البي اي 0.36، بنعوض يا شباب هنا هي 0.36. طبعا اللي هو ضل عندنا مين؟ البي 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 دي اعتقد، هذه بي دي يا شباب ايش راح تساوي عندنا؟ البي دي قديش حتساوي؟ هاي البي دي عندنا قديش طلعت معنا؟ 0.32، فهي عوضناها ايش؟ 0.32 تمام يا شباب. يعني احنا بنعوض الديستورشن فاكتور لكل منبر بنفس ما احنا حسبناها. طيب بعد ما عينا شباب قيم الديستورشن فاكتور عندنا، هاي اول حاجه الديستورشن فاكتور هاي اللي عليها مربعات هي قيم الديستورشن فاكتور، هاي عندنا قلنا واحد لانه بن، 0 0 لانه فيكس، هنا عيناهم بالنسبه للبي، نفس الشغله بالنسبه لمين؟ للدي، الدي بي والدي اي نص نص، هاي حاطينهم نص نص. طيب بعد شوي ايش راح نسوي؟ راح نحط قيم الفيكس اند مومنت. طبعا عند الاي ما فيش شيء، يبقى زيرو. طبعا هذا شباب بين طرفي، راح لا راح ناخذ منه ولا نعطيه، يعني كانه مش موجود. طيب طبعا بالنسبه لنا شباب اللي هو المنبر هذول الاثنين القائمات هذول الفيكس مومنت لهم زيرو، ليش؟ ما كانش عليهم حمل، فهي عوضنا اول قيمه بعد المربع اللي بعد الديستريبيوشن فاكتور عباره عن ايش؟ زيرو، وهنا زيرو، وهنا زيرو، وهي هنا ايش؟ زيرو. ليش؟ فيش عليهم حمل، ما لهمش كان فيكس اند مومنت. طيب لو رجعنا فوق مش حنلاقي فيكس اند مومنت لهم يعني. طيب فيكس اند مومنت شباب للبي اي كان عباره عن ايش معنا؟ 150 بالمول، فحطيناها 150. فيكس اند مومنت للبي دي طلعت معنا شباب قد ايش؟ سالب 225، وللدي بي موجب 225. الفيكس اند مومنت للدي اي هذه عباره عن قد ايش؟ سالب 100 او زيرو كانت، انا اسف، لانه فيش عليها ايش؟ فيش عليها فيش حمل، فيش عليها ايش؟ حمل. طيب بعدك شوي ايش راح نسوي؟ نفس الطريقة، عند نفس الجوينت بنعمل بالانس، مع المنبر نفسه بنعمل كاري اوفر، نبدا بالانسنج، أول قيمة أول مرة نعمل بالانسنج، كيف راح نعمل بالانسنج؟ لاحظوا شوي ايش راح أجمع؟ راح نجمع ال 150 زائد السالب 225 زائد الزيرو، طبعا ممكن لو كان في حمل حيكون في قيمة ثالثة هنا، تمام؟ لاحظوا الحل هنا كيف؟ 150 زائد سالب 225 زائد الزيرو. بجمعهم بطلع معي رقم، القيمة اللي قديش راح تطلع معنا شباب؟ اللي هي تطلع معنا 100 125 ناقص 100 بضل عندنا 125، 50 بضل عندنا قديش؟ 75. راح تطلع معنا شباب 75، راح اضرب ال 75 في مين؟ في 0.36 واحط القيمة هنا، هيطلع معي قديش؟ 27. ال 75 ثاني طبعا طلعت معنا 75 سالب، فحولناها لموجب عشان احد يقول الحين نسيت تحولها لموجب. 75 شباب موجب ضربناها في 0.36 طلعت معنا 27، 75 موجب ضربناها في 0.32 طلعت معنا 24، 75 ضربناها في 0.32 موجب طلعت معنا شباب قديش؟ 24 تمام؟ يعني بنجمع الفيكس اند مومنت اللي على نفس الجوينت كلها عند الثلاثة ممبرز المشتركات فيها، وبعدين نضربها كل مرة في الديستريبيوشن فاكتور لكل ممبر وبنحط القيم عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه 27 24 24. طيب نيجي هنا نفس الطريقة 225 بجمع معها مين؟ الزيرو، تطلع معنا 225 بالسالب، بنضربها في نص هنا وبنضربها في نص هنا، بتطلع معنا 112 ونص 112 ونص، سالب سالب تمام؟ طبعا تحت شباب فيش عندنا ايش؟ فيش عندنا فيكس اند مومنت، فيش عندنا فيكس اند مومنت. طيب بعد شباب ما خلصنا يعني عملنا اول بالانسنج، نعمل كاري اوفر مومنت. كاري اوفر قلنا لمين يا شباب؟ للمنبر نفسه، للاي بي، للبي دي، للبي سي، وهكذا للمنبر نفسه. طبعا يا شباب المنبر اي بي اول واحد هذا ما فيش عندنا هنا، عندنا بين طرف قلنا لا راح ناخذ منه ولا نعطيه. ف 27 مباشره كانه اخذنا صفر، بنحط هنا ايش؟ صفر. طيب هنا يا شباب بالنسبه لنا، بالنسبه للمنبر هذا اللي هو بي دي، ال 24 راح ناخذ نصها هنا، هي 12. ال 112 ونص بالسالب راح ناخذ نصها هنا، هي 56.25 تمام؟ ننزل تحت هنا ال 24 راح ناخذ نصها هنا 12، والزيرو راح ناخذ نصها هنا حتيجي لنا ايش؟ زيرو. هنا ال 112 ونص راح ناخذ نصها هنا، حتطلع معنا قديش؟ سالب 56.25،
والزيرو راح ناخذ نص هنا راح يطلع معنا ايش؟ زيرو، تمام؟ هذه اول اتريشن. طبعا راح نلاحظ ما صارش عندنا صفر بالنسبه للجوينت الداخليه، يعني صارت عندنا هنا سالب 56.2 وهنا زيرو وهنا زيرو، بس لسه ايش ما صارتش الثالثه زيرو. ايضا هنا ما صارتش عندنا شبه الانتيريور، هذه عندنا قديش زيرو، هنا عندنا لسه 12، فايش لسه حنكمل كمان اتريشن. الاتريشن الثانيه يا شباب او المحاوله الثانيه، يعني ايش راح نعمل؟ بالانسنج. طيب نيجي نعمل بالانسنج يا شباب، حنعمل اللي هو ال 56 56.25 زائد الزيرو زائد الزيرو. طبعا بيطلع عندنا شباب 56.5 بالسالب، بنحولها لموجب بعدين نضربها في بون 3.2 بون 3.6 بيطلع عندنا قديش؟ 20.25 ضرب بون 3.2 راح يطلع معنا 18، ضرب بون 3.2 راح يطلع معنا قديش؟ 18. هنا نفس الشغله راح نجمع الزيرو مع ال 12 راح يطلع معنا ايش؟ سالب 12، سالب 12 ضرب نص بيطلع سالب 6، سالب 12 ضرب نص راح يطلع معنا ايش؟ سالب 6. وهنا نفس الشغله راح نقول ال 12 راح ناخذ 12 سالب ضرب اللي هو الديستريبيوشن فاكتور تبعها راح يطلع معنا زيرو. وهنا نفس الشغله 56.25 راح يطلع معنا ضرب زيرو يطلع معنا ايش؟ زيرو. بعد شباب ما عملنا البالانسنج راح نعمل ايش؟ كاري اوفر مومنت. طبعا هنا يا شباب عندنا ايش؟ قلنا بين طرفي بناخذ بس ايش مباشره زيرو، كنا 20 حتصير زيرو. هنا كاري اوفر عندك كان صار عندنا 18 يا شباب، ف 18 باخذ نصه هنا بتصير 9، هنا عندنا سالب 9 باخذ نصه بتصير ايش؟ سالب 3. هنا نفس الشغله ننزل على المنبر هذا، عندنا هنا اللي هو سالب 6 راح ناخذ سالب 3، الزيرو راح تطلع عندنا ايش؟ زيرو. وهنا يا شباب عندنا اللي هي 18 راح ناخذ نصها 9، والزيرو راح ناخذ نصها عباره عن ايش؟ عباره عن زيرو. طبعا لحد الحين يا شباب ايش؟ ما خلص في السؤال، راح نكمل كمان مره بالانسنج. طبعا راح نكمل ثلاث او اربع محاولات راح يخلص عندنا اللي هو ايش؟ الحل. طبعا شباب عاده في الامتحان لو كان سؤال زي هيك طويل شوي بكتب لك بس اعمل ثلاث محاولات او اربع محاولات بالكثير، او بحدد لك الرقم النهائي اللي بدك تصل له عند الانتيريور جوينت هذه، عند عباره عن السبورت الداخلي، تمام؟ بس غالبا شباب في الاسئله في الامتحانات بتكون منتهيه، يعني بجيب لك اياها لعند محاولتين او ثلاثه بكون بخلص السؤال. طبعا بعد ما نخلص يا شباب بيطلع معنا قيمه المومنت للاي بي للبي اي للبي دي للبي سي، الشغلات كلها بتطلع معنا قيمه المومنت عند كل لكل ممبر، تمام؟ يكون يعني خلص حل السؤال معنا. عشان المفروض يعني لو طلب منا الرسم نكمل رسم لحالنا نفس ما رسمنا في الشابتر الماضي، المفروض يعني ايش؟ نعرف نرسم. انا كاتب كوميت باي يور سيلف، يعني ضل عندك محاوله او محاولتين بتكملهم براحتك ان شاء الله. نكمل شباب على سؤال سبعه ايضا. طبعا شباب سبعه وثمانيه اخر مثالين هدول بيتكلموا عن الفريم وذ سوي. طبعا شباب الفريم اللي احنا قبل شوي حليناه كان وذاوت سوي لانه ايش؟ ممسوك من الاعلى زي ما قلنا. طيب في الفريم شباب وذاوت فريم وذ سوي شباب يعني بنحل السؤال احنا مرتين. طبعا اللي هو شرح الدكتور راح يكون اوضح لانه في عندك الرسم الكامل للاستراكشر او للفريم تبعنا، مره بنحط ركيزه ومره من غير ركيزه ومره بنحل بالدلتا، بس احنا يعني ايش راح نشرح الفكره العامه هنا وراح نفهم ان شاء الله راح نقدر نوصل المعلومه. طبعا شباب بالنسبه لنا بنيجي الشكل عندنا هذا بنعرف كيف نعرف يعني سوي ولا وذاوت سوي، راح نلاحظ شباب عندنا الشكل يعني هو متماثل استراكشر بس ايش شباب في الحمل مش متماثل، في عندنا 12 هنا على ايش؟ على الجنب. طبعا شباب احنا ايش راح نسوي؟ راح نحل السؤال، يعني راح نحل السؤال مرتين. ليش؟ اول مره راح نحل اللي هو قيم، نجيب قيم المومنت اللي ناتجه من اللود، وبعدين راح نجيب قيم المومنت اللي ناتجه من ايش؟ من الدلتا او من الازاحه يعني. طيب فاحنا شباب في البدايه شباب بنحل السؤال باعتباره ما فيش فيه سوي، بنروح بنحط ركيزه يعني عند البي، بنحط سبورت عند البي وبنقول ايش؟ كانه صار عندنا الشكل فريم وذاوت سوي وبنحله اول مره. ثاني مره يا شباب بنجيب طبعا قيمه الار بعد ما نحل الشكل، طبعا حنحط ركيزه هان فبيطلع منها قوه ار، راح نجيب قيمه الار هذه يا شباب، بعدين راح نحل الفريم باستخدام الدلتا، راح نشوف الحل طبعا الحين راح نفهمه اكثر ان شاء الله. راح نجيب قيمة الدلتا يا شباب، فراح نفرض لها قيمة ونحل السؤال ثاني، فراح يطلع معنا شباب يعني قيمتين للمومنت. فايش بنسوي يا شباب؟ بناخذ قيمة المومنت اللي حناها أول مرة اللي هي بالحل هذا، زائد يعني نسبة اللي هي عبارة عن ار اللي حلناها في المرة الأولى على ار في المرة الثانية، ضرب اللي هو ايش؟ المومنت اللي وضعناه في المرة الثانية، نبدأ بالحل إن شاء الله راح نفهم أكثر. طبعا شباب أول حاجة نحن راح نفرض إنه في عندنا سبورت عند البي. بنتج منه قوة اسمها R وقيمة اتجاهها ايش؟ على محور X لليمين، تمام؟ طبعا ليش فرضناها؟
اساس تقابل ال 24 او ال 12 هذول اللي عندنا ايش على طرف اليمين هذول، عشان تقابل عشان ما يصيرش عندنا سوي. طيب فرضنا انه شباب في عندنا ركيزه عنلوي، ايش راح نسوي؟ طيب راح نحل السؤال طبيعي، يعني مش راح يبين معنى الحل بيفرق عن السؤال اللي قبل، راح نحل السؤال طبيعي اول مره نشوف كيف الحل. راح نجيب شباب الكي لكل منبر للاي بي للبي اي وللبي سي، تمام؟ الكي للاي بي شباب ايش راح يسوي عندنا؟ طبعا طرف بن وهنا طرف بن، يبقى للاي بي للسي دي راح يطلع معنا 3 اي اي على ال، فهي 3 اي اي على 12 بيطلع لنا 0.25 اي اي، ونفس الشغل للسي دي 3 اي اي على بيطلع لنا 0.25 اي اي لانه الطول نفسه. طيب الكي للبي سي شباب ايش راح يساوي؟ عندنا كانه فيكس فيكس حيطلع معنا 4 اي اي على ال. طيب ديستريبيوشن فاكتور شباب للاي وللبي عندنا قديش؟ واحد لانهم بين طرفين. طيب بالنسبه للبي اي ايش راح يساوي شباب؟ حنقول 0.25 على 0.25 زائد 2 على 9. للبي اي ايش راح يساوي عندنا شباب؟ حنقول 2 على 9 على 2 على 9 زائد 0.25 بيطلع معنا شباب 0.47. طبعا شباب احنا هيك حسبنا اللي هو ايش؟ اللي هو الديستريبيوشن فاكتور للبي اي للبي اي ولا البي سي بنفس الطريقه، راح نحسب الشباب لمين؟ للسي دي ولا للسي بي، يعني كلهم بنفس الطريقه خلاص، يعني شغله صارت بدائيه عندنا. يعني طيب الفيكس ان هون شباب نفس الطريقه راح نحسبها، طبعا عندك للاي بي والبي اي او اسف للبي اي والسي دي راح يطلع معنا شباب قديش؟ زيرو. ليش؟ لانه ما فيش عندنا حمل. راح نحسب الفيكس اند مومنت لمين؟ للبي سي ولا السي بي. للبي سي شباب والسي بي راح تطلع معنا عباره عن دبليو ال تربيع على 12، راح تطلع معنا قيمتها قديش؟ عباره عن 81. طبعا للبي اي سالب 81 للسي بي او اسف للبي سي عباره عن سالب 81 للسي بي حيطلع معنا 81. ايضا شباب الفيكس اند مومنت للسي دي ايش راح تطلع معنا؟ في عندنا عليها حمل، قديش قيمتها يا شباب؟ يمكن انا قلت معلش فيش حمل. للسي دي شباب ايش راح تطلع معنا قيمتها؟ هذه عباره عن سالب 27. طيب عندك شباب ايش راح نسوي؟ راح نحط شباب قيم ديستريبيوشن فاكتور عند كل جوينت ونحسب بنفس الطريقه بالانسنج وكاري اوفر. طبعا شباب في احيان يعني بنستخدم الطريقه هذه، الطريقه الثانيه او الشكل الثاني، يعني مش اختلاف كبير، طريقه الجدول يعني. طيب فهي حطينا شباب الركائز A و B و C و D نفس ما هم هنا، يعني احنا بس يعني الشغل كله عندنا على مين يا شباب؟ على الجوينت هذه او على السبورت الداخليه هذه الاي والبي والسي والدي، فرحنا ايش حطيناهم هنا ايهم زي ما هم فردناهم بس الشكل بالشكل اللي احنا شايفينه. فعندنا ايش قيمه الديستريبيوشن فاكتور؟ انها اول حاجه السطر الاول ديستريبيوشن فاكتور، فالديستريبيوشن فاكتور شباب عندنا هيكون عباره عن ايش؟ واحد لاي وواحد لدي، والبي سي والبي سي والبي اي هينا حسبناهم من هاي. البي سي قديش قيمته شباب؟ 0.47، فهي 0.47. السي دي يا شباب قديش قيمته؟ هي عباره عن ايش؟ 0.53، فهي عباره عن 0.53. هذه طبعا مش ضرب، هذه بس فاصله يعني. السي بي 0.47 هي عباره عن ايش؟ السي بي 0.47. طيب بعدين شباب ايش راح نعوض؟ قيم الفيكس اند مومنت طبعا عندك اللي هو الاي بي هذا كله عباره عن ايش؟ زيرو، ما فيش عليه حمل كان. البي سي والسي بي قلنا عباره عن ايش؟ 81 بس بنقلب مره ومره بالسالب، فهم حطيناهم بالشكل التالي. السي دي يا شباب كانت عندنا سالب 27، الدي سي لانه بن زيرو والهاش، تمام؟ طبعا شباب لاحظوا زي ما قلنا البن الطرفي لا باخذ منه ولا بعطيه، فهي لاحظوا ما استخدمناهم مش اطلاقا، بنركز على مين؟ على البي والسي هذول. نعمل اول مره شباب بالانسنج، هي عندنا اللي هي 81 او السالب 81 زائد زيرو بيطلع عندنا ايش؟ سالب 81 نحول لها موجب 81 ضرب 0.53 بنحط القيمه هنا، 81 ضرب 0.47 بنحط القيمه هنا. هنا نفس الشغل رح نعمل بالانسنج، ال 81 مع السالب 27 بنجمعهم بيطلع معنا ايش شباب؟ قيمه بنضربها في 0.47 طبعا بتطلع معنا قيمه موجبه، نحولها لسالب، بنضرب مره ب 0.47 بتطلع معنا 25.38، بنضرب ب 0.53 بتطلع معنا قديش؟ سالب 28.62. بعد ايش؟ بعد ما خلصنا بالانسنج راح نعمل ايش يا شباب؟ كاري اوفر مومنت. طبعا هنا شباب هذا بما انه الطرف تبعنا عندنا بن فراح نحط زيرو مباشره. هنا راح ناخذ ايش؟ نص 25.38 بس باشارتها بالسالب. هنا راح ناخذ نص اللي هو ايش؟ 38.07. طبعا لاحظوا شباب انا قاعد بشتغل في الكاري اوفر للبي سي للمنبر نفسه. في البالانسنج بنشتغل على الجوين، تمام؟ عشان ما حدش يقول مخربط او شيء. طيب هنا نفس الشغله يا شباب، ما انه عندنا طرف بن راح تكون عندنا ايش؟ زيرو مباشره. طبعا راح لاحظ يا شباب انه عندك البي والسي ما صفروش او ما وصلوش لقيمه صغيره عندنا، فايش راح نسوي؟ راح نعمل كمان محاوله. نعمل بالانسنج ثاني يا شباب ل 12.69 بيطلع عندنا بالموجب، بنضربها ب 0.53 وب 0.47 بنحط القيمتين هنا. نفس الشغله هنا بنعمل بالانسنج بيطلع معنا سالب 19.04 بنضربه ب 0.47 و 0.53 بنحط القيمتين هنا.
بنعمل بعد هيك شباب ايش راح نعمل؟ كاري اوفر، احنا ناخذ نص من هنا، طبعا نص الصفر بصير عندك صفر، هنا راح ناخذ نص اللي هو ال 5.96 راح يطلع لنا 2.98، راح ناخذ نص السالب 8.95 راح يطلع لنا بونت او سالب 4.48، هنا راح يطلع لنا ايش؟ زيرو. برضه شباب ما صفروش، راح نعمل كمان محاولة، راح تكمل الشباب في الحل تبعك لحد ما يطلع معك الناتج النهائي. طبعا كيف بنجيبه؟ بنجمع من عند الفيكس ان مومنت لعند النهاية. بطلع شباب معنا قيمة المومنت بالشكل التالي. طبعا شباب لسه الحل عندنا ما خلصش، هذا يعني الحل شوي شوي طويل. طيب بعدين شباب ايش راح نعمل؟ راح ناخذ سميشن اف الاكس للشكل الخارجي للفريم تبعنا. طيب لو اخذنا شباب سميشن اف الاكس له ايش راح يطلع عندنا؟ طبعا قلت لكم هذه الار من وين اجت؟ قلنا احنا فرضنا انه في عندنا ركيزه في الاعلى، طبعا بنتج عنها قيمه مقدارها ار او قوه باتجاهها ايش؟ لليمين. فحيكون عندنا شباب لو اخذنا سميشن اف الاكس حيكون عندنا ار اللي هي هذه ناقص ال 24 عباره عن ايش؟ عباره عن ال 12 هذا وال 12 هذا، هي ناقص 24 زائد الاكس زائد الدي اكس حيساوي زيرو، اللي هم هايهم باتجاه هذا اللي هو القيم المحور اكس يعني على اللي هو ركيزه اي ودي. تمام، طبعا نفس الحل اللي حليناه شباب في شابتر 11. طيب راح يطلع معنا شباب الار فيها متغيرين الاي اكس والدي اكس، كيف بنجيبهم يا شباب؟ بكل بساطه باخذ الاي الاي بي هذا لحاله. طبعا شباب انا الاي بي ما عنديش يعني قيمه عند اي اكس واي اكس واي واي، عندي عند هنا يعني عند الاي في اي اكس واي واي، لما اقطعه من هنا شباب ايش ببين عندي؟ برضه بنفس الطريقه ببين عندي بي اكس وبي واي، وببين عندي شباب المومنت اللي انا حسبتها فوق اللي هي هذه المومنت بي اي قديش قيمتها عندنا شباب؟ هي عباره عن 52.53. تمام، طيب الحل انا يعني ببين عندي بالشكل التالي، هذا بيطلع عندي هذه يا شباب. طبعا هنا في عندي اي واي بس بلزمنيش ليش؟ لان انا راح اخذ مومنت عند البي فبطلع معي شباب قيمه الاي اكس. تمام، يعني كيف جبنا الاي اكس والدي اكس؟ بناخذ الممبر او الجزئيه الاي بي هذه والدي سي والدي بي لحالها هذول. تمام، الاي بي والدي سي اسف ناخذهم كل واحد لحالهم. فبناخذ مومنت شباب وين؟ في الاعلى، بناخذ المومنت عند اعلى القيمتين هذول او عند اعلى التو ممبرز هذول، فبطلع معنا شباب قيمه الاي اكس والدي اكس. تمام، فيش عندنا مجاهيل غيرهم، يعني شغله بسيطه ان شاء الله مش راح تلاقوها، لو جربوا حلوها بايديكم راح تلاقوها شغله سهله. طيب فما يطلع شباب معنا قيمه الاي اكس والدي اكس، بطلع معي قيمه مين؟ قيمه الار، حتطلع معنا قديش يا شباب؟ 19.28، يعني الاكس تطلع معنا 4 والدي اكس تطلع معنا 3.4، بنجمعهم وبنطرحهم من ال 24 بيطلع معنا قديش؟ 19.28، هذه قيمه الار. طيب الحل الثاني يا شباب ايش راح نحل؟ راح نجيب اللي هو عباره عن الفيكس اند مومنت اللي نتج عنا يا شباب من ايش؟ نتج عنا من الدلتا. قلنا يا شباب كيف بنجيبه؟ في عندنا قانون بيساوي 3 اي اي على 3 اي اي في الدلتا على ال تربيع او 6 اي اي في الدلتا على ال تربيع حسب اللي هو الحاله اللي عندنا. طيب بعد كده شباب ايش راح نسوي؟ راح نعوض بالقيمه هذه، راح نقول يا شباب انه 3 اي اي في الدلتا على ال تربيع هذه قيمة الفيكس اند مومنت اللي نتجت يا شباب من الدلتا. طب يا شباب انا قيمة الدلتا نفسها زي لما قبل كان يعطينا ديسبليسمنت 10 يعني كنا نعوضها بونت او واحد معروفة معي. طب في الحالة يا شباب انا مش معروفة معي، فكيف بدي اجيبها انا؟ طيب في عندنا شباب طريقة حل هنا بنستعملها، في عندنا طريقة حل بنستعملها، انه انا ايش بسوي يا شباب؟ بفرض قيمة الدلتا هذه كلها يا شباب او قيمة الفيكس اند مومنت اللي نتجت من الدلتا بفرضها قيمة معينة. طبعا يا شباب يعني راح يقول لي الشاب اي اشي افرضها، افرضها اي اشي بس افرضها انت ايش رقم سهل في التعويض، يعني 10 20 50 100 شغله سهله، مش يعني واحد يفرضها مليون ولا احد يفرضها لا، يعني رقم يكون سهل في التعويض يا شباب. تمام، رقم يكون سهل في التعويض. طيب فاحنا شباب اذا فرضنا الفيكس اند مومنت اللي نتج من الدلتا كلها يا شباب عباره عن قديش؟ عباره عن ايش؟ 100. راح نيجي نحل يا شباب السؤال تبعنا ثاني مره ثانيه بنفس الخطوه اللي حليناها باول مره، بس ايش؟ نعوض فيكس اند مومنت 100. طبعا لمين بنعوضها؟ اللي في عنده دلتا. طبعا لاحظوا شباب احنا عندنا اللي هو السوي يعني حيكون في اي اتجاه؟ هي السؤال عندنا من الاول. هي عندنا شباب القوه اللي بتعمل عندنا السوي او بتعمل عندنا اللي هو الحركه يعني الجانبيه عباره عن ايش؟ ال 12. فمين راح يصير في تشوه يعني يا شباب؟ اللي هي الاي بي والسي دي. البي سي يا شباب ما فيش فيها تشوه، مش راح يصير فيها تشوه. تمام، فلما نعوض قيم الفيكس ان مومنت الناتج من الدلتا بنعوضها لمين يا شباب؟ للبي اي والسي دي، بنعوضش لا للسي بي ولا للبي سي. تمام، هذا الكلام المفروض نكون فهمناه من شابتر 11، يعني شرحته اكثر في شابتر 11 بالنسبه للشغله هذه. زاد الشباب يعني انا بقول لكم نصيحه، احضروا محاضره الدكتور يعني عشان فيها صور اكثر والسلايد موجود فيها صور اكثر، يبين عندكم الحل منظم اكثر من هيك. تمام،
بس ان شاء الله نكون احنا ايش قدرنا نوصل الفكره هنا. طيب بعد شوية ما فرضنا قيم اللي هو 100 مثلا، فرضنا قيمه 100 لمين؟ للفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت كلها فرضناها قيمتها ايش؟ 100. طيب راح نعوض نسوي الديستريبيوشن فاكتور للاي والبي والسي والدي بنفس ما احنا حسبناهم ايش في الاعلى، هم تعتبرنا اول مره. طبعا هنا خطا مطبع يا شباب، هذه الديستريبيوشن فاكتور عندك للاي وللدي هم عندنا بن فقيمتهم 1 1، للبي اي والبي سي والسي بي والسي دي طبعا حسبناهم في الاعلى بنعوضهم زي ما هم. الفيكس اند مومنت يا شباب هنا بنعوض 0 بالنسبه لاي، 100 هنعوض بالنسبه لبي اي، هنعوض 0 بالنسبه لبي سي لانه ما صارش في مومنت نتج من الدلتا البي سي فهنعوضهم 0 0. السي دي هنعوضها 100، الدي طبعا ايش بما انها بنفش عندها فيكس اند مومنت 0. تمام، يبقى وين حطينا ال 100؟ عند السي دي والسي بي والبي اي. ليش يا شباب؟ لانه هم اللي صار فيهم التشوه. طبعا زي ما قلت لكم هي الشكل عندنا ببين هنا على الرسم، هيو لما حطينا يا شباب 100 قيمه الدلتا هذه 100 راح التشوه وين راح، وين راح يحصل عندنا يا شباب؟ عند الدي هنا وعند البي، فاللي هو المنبر تبعنا البي سي هذا اللي في النص ما صارش فيه تشوه، ما صارش فيه سوي، يعني السوي ما اثرش عليه، فراح تكون عندنا الفيكس ان مومنت تبعته يعني ايش؟ زيرو. انا قاعد بشرح لكم ليش حطينا زيرو هنا. تمام، طيب عشان بعد ما حطينا اللي هو القيم الديسبشن فاكتور الفيكس ان مومنت صار الحل عندنا ايش؟ سهل جدا، مباشره ايش بدي اعمل؟ بالانسنج، ال 100 زائد 0 بيطلع عندك 100، بضرب في بنت 5 3 مره ومره بضرب في بنت 4 7 طبعا بشاره سالبه. هنا نفس الشغله 100 بتصير عندك بشاره سالبه، مره بضرب في بنت 4 7 ومره بنت 5 3 بيطلع عندي بالقيم الشكل التالي. تمام، بعد ايش بشرح نعمل كاري اوفر مومنت. طبعا زي ما قلنا بين اي وبين دي مش راح نستخدمهم، لا راح ناخذ منهم ولا نعطيهم. طيب فراح ناخذ نقول 53 راح يصير عندنا ايش مباشره؟ زيرو. 47 راح ناخذ نصها هنا، 47 ثاني راح ناخذ نصها هنا، 53 راح نحطها ايش؟ زيرو. طبعا ما صفرش البي والسي، راح نحاول نظل نكمل بنفس الطريقه بالانسنج كاري اوفر مومنت، بالانسنج كاري اوفر مومنت لعند ما نخلص الحل، لعند ما يصير عندنا البي والسي قيمه صغيره جدا او زيرو على الطرفين تبعهم يعني. تمام، بعد هيك شباب ايش بنسوي؟ بنجمع من عند الفيكس اند مومنت لعند النهايه. بيطلع معنا شباب قيم الفيكس اند مومنت او قيم المومنت اسف لكل ايش؟ لكل سبور. ما هيك شباب خلصنا حل؟ لا لسه ما خلصناش حل. بعد هيك شباب ايش بنسوي؟ بدنا نروح شباب نحسب الاي اكس والدي اكس مره ثانيه بقيم مومنت جديده. لاحظوا احنا لما قطعنا هنا المنبر اي بي والسي دي ايش قطعناهم شباب؟ بقيم هاي عليهم قيم مومنت لاول مره حسبناهم، هاي الاي بي والسي دي. تمام، كان عليهم قيم المومنت اللي حسبناها من اول مره. الحين في المره الثانيه حسبنا قيم مومنت جديده، بنعمل قطع وبناخذهم قيم المومنت الجديده، هي عندنا بالشكل التالي. تمام، بنفس الطريقه راح نقول سميشن مومنت عند البي هنا راح يطلع معنا الاي اكس، سميشن مومنت عند اللي هو عند السي هنا راح يطلع معنا مين يا شباب؟ الدي اكس. طبعا احنا يا شباب زي ما اخذنا في شابتر 11 لما نيجي نحسب المومنت اللي من السوي بنحذف كل اللود اللي كان عندنا، يعني انا لما اجي اعوض هنا واحسب قيمه الار الجديده ايش راح تكون ار الجديده يا شباب؟ كانه بس اي اكس زائد دي اكس، ما فيش عندي يا شباب ايش؟ ال 12 وال 12 اللي كانوا على اليمين هنا حذفناهم. تمام؟ دائما لما باجي احسب للسوي يا شباب باحذف اللود القديم. طيب فراح يطلع معنا شباب الار الجديده عباره عن ايش؟ بس الاي اكس زائد الدي اكس، ما فيش فيها ال 24 اللي كانوا قبل. طلع لنا شباب قيمه الار الجديده قد ايش؟ 9.52. طيب يا شباب في عندنا شباب قانون بنحسب فيه المومنت فاينل، كيف بنحسبه يا شباب؟ عباره عن المومنت اللي نجت من نان سوي يعني لاول مره حليناه زائد ار الاصليه اللي حسبناها فوق اللي فيها 24 ناقص اكس ناقص دي اكس على الار الجديده اللي حسبناها لما كان عندنا سوي ضرب المومنت اللي نتج من السوي. يعني هذه معادله سهله وبسيطه بنعوض فيها. ما يا شباب هنطبقها لمين؟ لكل قيم المومنت يا شباب، راح نطبقها لكل قيم المومنت. اي كمثال معوض عندنا المومنت بي اي 52.53 اللي نتجت اول مره زائد قيمه القوه الار اللي نتجت عندنا في الحل تبعنا لما كان من اللود يعني من غير السوي 19.28 على الار هذه اللي نتجت من السوي 9.52 ضرب قيمه المومنت للبي اي اللي نتجت عندنا في المره الثانيه هيها عندنا قديش؟ 57.09 هاي 57.09 بنجمعهم يا شباب بيطلع معنا قديش؟ 168.15. يعني شباب احنا زي اخذنا نسبه من السوي. ليش يا شباب اخذنا نسبه؟ يعني كانه شباب احنا لما فرضنا الار الثانيه هذه او لما فرضنا قيمه الدلتا هذه اعطتنا ار، احنا فعليا شباب الدلتا تبعتنا قيمتها مش عارفينها مش 100. احنا قلنا كانه شباب لما كانت عندنا الار مثلا قيمتها 9 فاصل طلعت معنا الثانيه 9.52 كانت الدلتا عندنا 100. طب احنا في الحاله الثانيه لما كانت عندنا الار 19 شويه فاحنا يعني زي بناخذ نسبه من ايش؟ بناخذ نسبه
من المومنت الثاني اللي حسبناه تاعت السوي. اي انا هذا طريقه حل معينه بنمشي عليها، بدنا نكمل سبب المومنت، القيم المومنت كلها بنعدلها بنفس المعادله هذه، بنعدلها لكل قيم المومنت، بكون هيك يعني ايش خلص الحل عندنا. نيجي شباب على السؤال الاخير عندنا، سؤال رقم 8، طبعا نفس السؤال اللي قبله، عباره عن سؤال فريم وذ سوي. طبعا شباب بس بدي اكتب او بدي احكي ملاحظه اللي عباره عن ايش، الثلاثه كيلو شباب هذه يعني داخل للشاشه، داخل الى الشاشه بشكل راسي هيك، مش جاي شباب يعني على الجنب، مش جاي على البي سي من الجنب، لا جاي بشكل راسي. تخيلوا شباب داخل الى الشاشه 3 كيلو، فقيم فالتشوه شباب لما يحصل عندنا يعني الدلتا لما تاثر، بتاثر على مين؟ على البي سي وعلى الاي دي، بتاثرش على السي دي. تمام، هذا السؤال بعضكم راح يساله. الثلاثة شباب تخيلوها انها ايش، بشكل راسي على نقطة سي، بشكل راسي مش جاي عن الجنب. تمام، الكلام راح يبين معنا الحين في الحل ان شاء الله. طيب شباب نفس الطريقة شباب بيجيك السؤال بيقول لك بدي تحسب لي اللي هو قيمة المومنت عند كل سبورت عن طريق المومنت ديستريبيوشن. ايش راح نسوي شباب؟ اول حاجة راح نحل الحل بطريقتين. الحل الاول راح نعتبر انه في عندنا سبورت عند الدي بمنع السوي في الاتجاه هذا يعني. بعد شباب ما نعتبر انه عندنا في سبورت ونحل الحل الاول، راح نحل الحل الثاني اللي نتج من ايش؟ من السوي او من الدلتا. طب نبدا الحل شباب، نشوف كيف الحل راح يكون عندنا. اول حاجة شباب راح نحسب ايش؟ الكي لكل ممبر، للاي دي للدي سي ولا السي بي. طبعا هي بنفس الطريقه، طبعا عندنا الدي اي والسي بي بين طرفي، يبقى 3 اي على ال، والدي سي شباب عباره عن ايش؟ عباره عن 4 اي على ال. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. بعد شباب ايش راح نسوي؟ راح نعمل ديستريبيوشن فاكتور شباب عندنا، طبعا للاي وللبي واحد لانه بين، للدي اي راح نحسبهم نفس الطريقه يعني مش نضل نعيد فيهم، نفس الطريقه للدي اي نشوف كيف عندنا الدي اي مثلا عبارة عن 3 على 6 على 3 على 6 زائد الدي سي قديش عندنا؟ 14. تمام، هذه الدي اي فيعني نص على نص زائد اللي هو عبارة عن 2 على 5، بيطلع عندنا شباب قديش؟ 5 على 9. للدي سي كله بنحسبه بنفس الطريقة، يعني شباب بلاش نطول فيها، بلاش يطلع المحاضرة طويلة كثير عليكم. طيب بعد كده شباب بعد ما خلصنا الديستريبيوشن فاكتور شباب ايش راح نحسب؟ الفيكس اند مومنت. طب لاحظوا شباب للاي بي ايش اللود اللي عليها؟ فيشي. الدي سي ايش اللود اللي عليها؟ فيش شيء. السي دي شباب ايش اللود اللي عليها؟ ما فيش عليها لود. يبقى الفيكس اند مومنت للشكل كله يا شباب عباره عن ايش؟ زيرو. لاحظوا انا كاتبين هنا اول فيكس اند مومنت حتساوي ايش؟ زيرو. بما ان شباب الفيكس اند مومنت زيرو، لو انتم شفتوا في الحل اللي قبل كنا نحله اساس الحل تبعنا كله الفيكس اند مومنت، يعني هي اللي بنعمل فيها البالانسنج. فبما انه شباب فيش عندنا فيكس اند مومنت، فمباشره بقول انا شباب قيم المومنت كلها حتساوي ايش؟ زيرو. قيم المومنت اللي ناتج من اللود عباره عن ايش؟ زيرو، لانه فيش احمال يعني. تمام؟ فهيك يا شباب بنكون احنا اختصرنا الحل الاول للسؤال، الحل الاول بدي احل الناتج من اللود اختصرنا انحذف. ليش؟ لانه فيش عندنا احمال، فيش عندنا فيكس اند مومنت. يعني هذا شباب احد الطرق اللي بنخفف فيها السؤال لما يجي في امتحان، بيكون ايش الطريقه ايش؟ يعني سحريه ان احنا نخفف في حل الامتحان. طيب فيا شباب مباشره بدي احسب انا قيمه اللي هو الرياكشن اللي انا حطيته عند الدي في الحاله الاولى، كيف بدي احسبه؟ سميشن اف الاكس، راح تلاقيها بيطلع معك قديش الار؟ 3. راح يطلع معك 3. طيب نحل الحل الثاني شباب اللي هي قيمه الفيكس اند مومنت اللي نجت من الدلتا، كيف راح نحلها؟ بنفس الطريقه راح نقول عباره عن ايش؟ 3 اي اي على ال. ليش استقلنا 3 مش 6؟ قلنا اللي هو الدلتا راح تاثر على مين؟ على المنبرين اي دي، الاي دي والبي سي هذول. تمام، فهم ايش راح تاثر عليهم؟ طبعا الاثنين طرفهم بن، يبقى راح نستخدم الموديفايد. الدي سي يا شباب بيصيرش فيها سوي، زي ما قلت لكم ليش؟ الثلاثة هذه تخيلوها بشكل رأسي، لو انها زي هيك بشكل جانبي بصير عندنا سوي في مين؟ في السي دي. تمام؟ طيب فراح نعوض شباب هاي القيم، عوضناها 3 اي اي في الدلتا على 36، مرة ثانية 3 اي اي في الدلتا على ايش؟ 144. طبعا كل مرة طول دي اي وطول سي بي، اي يعني الاختلاف عندنا. طيب يعني الحين شباب عندنا طلع قيمتين اللي هو ايش؟ الفيكس اند مومنت. فكيف يا شباب راح نعوض؟ راح نفرض يا شباب يعني طلع معنا اي اي في دلتا على 12، هنا اي اي في دلتا على 48، راح نفرض يا شباب الاي اي دلتا كلها هذه عباره عن رقم، يعني يا شباب بنحاول نبسط الفيكس اند مومنت، بنحاول نبسط الفيكس اند مومنت. فاحنا فرضناها 48، ليش؟ لو عوضنا 48 في الوسط هنا بيطلع معنا شباب قديش؟ 4، عوضنا 48 هنا بيطلع قديش عندنا؟ 1، فيعني قيم سهله التعامل معها في الحال. وطبعا راح نجي نحل عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه هذا. راح نحط الاي والدي والسي والبي. وهي قيم الديستريبيوشن فاكتور عندنا زي ما احنا شايفينها. طبعا عند الاي وعند البي بما انه بن قيمتهم ايش؟ 1، والديستريبيوشن فاكتور للدي اي والدي سي والسي دي والسي بي طبعا زي ما قلنا حسبناهم، يعني احنا حسبنا واحده منهم قلنا نحسب الباقي لحالنا اللي هم القيم هذه يا شباب. يعني احنا قاعدين بنختصر بس في الحل، قيم هذه 5 9 8 على 13 5 13 4 9 انا عوضناهم هنا. تمام، يعني كررناهم 6 7 مرات.
الفيكس ايه هو يا شباب؟ زي ما قلنا طبعا عندي الاي وعندي البي زيرو طبعا لانهم بن. الفيكس اند مومنت، الفيكس اند مومنت حيكون عند مين يا شباب؟ عندي الدي اي وعندي السي بي، بس هيعوضهم 4-1. طبعا قلنا يا شباب الدي سي ما صارش فيه تشوه، يبقى قيمه الفيكس اند مومنت تبعته ايش حتساوي؟ زيرو. طيب شباب بعد ما حطينا شباب قيمه الفيكس اند مومنت ايش راح نسوي؟ نعمل بالانسنج كاري اوفر. طبعا هنا زيرو حتصير عندنا ايش؟ زيرو. هنا بالانسنج بيطلع سالب 4، اضربها في 5 على 9 واضربها في 4 على 9 وحط القيمتين هنا. هنا نفس الشغله، واحد تضربها في 8 على 13 حط القيمه هنا، وهنا تضربها في 5 على 13 بيطلع هنا واحد، بس برضه بايش؟ بالسالب، عشان ما نكونش راحت علينا. طيب يا شباب ايش راح نسوي شباب بعد هيك؟ كاري اوفر. طبعا هنا بن لا بناخذ منه ولا بنعطيه. طبعا بصير عندنا 2.22 هذه بالسالب، راح تصير عندنا زي ايش مباشره؟ زيرو. للمنبر اي دي هذا. طبعا نيجي على الدي سي راح نبدل، هذه 7.178 راح تعطينا ايش؟ هذه نص، وهذه البوينت 6.15 بالسالب راح تعطي هذه ايش؟ النص. هنا شبه هذه ايش؟ بين الطرف الثاني عندك بتحطها مباشره ايش؟ زيرو. طبعا خلصنا كاري اوفر، ما صارتش عندنا صفر يا شباب، ايش راح نسوي؟ بنعمل كمان محاوله، نعمل بالانسنج، السالب 8 سالب 0.308 مع الزيرو بصير عندك ايش؟ سالب 0.308، بتحولها لموجب تضربها في 5 على 9 بيطلع معنا قديش؟ 0.17، تضربها في 4 على 9 بيطلع 0.137. هنا نفس الشغله بيطلع معنا 0.89 موجب، تضربها في 8 على 13 وفي 5 على 13 حط القيمتين هنا. بعد كده ايش راح نعمل؟ كاري اوفر. طبعا هنا طرف بن بتصير عندنا هذه زيرو، هنا الطرف هذا شباب او هذا البي سي هذا راح تاخذ نص هذه القيمه، وهذا راح تاخذ ايش؟ نص هذه القيمه. هنا ايضا هذا الطرف الثاني عندنا بن راح ناخذ ايش؟ زيرو. برضه شباب ما صارتش زيرو، ممكن يا شباب نعتبر هذه القيم صغيره اذا كان قايل لك وفي السؤال يعني لعند 0.27 صار بكفي كاري اوفر، ممكن يعطيك قيمه معينه للكاري اوفر تقف عندها يعني. ما اعطاكش يا شباب ثلاث محاولات ووقف، وبعدين اجمع من عند الفيكس اند مومنت 4 مع السالب 2.22 مع البوينت 1.7 تجمع بيطلع معك قيمه ايش؟ 1.802، وهكذا للباقي بنجمع كل القيم بيطلع معنا شباب قيم ايش؟ المومنت اللي نتج من السوي. خلصنا حل؟ لا، بدنا نكمل حل يا شباب لسه. بنيجي نحسب يا شباب الارش حتساوي الاي اكس زائد البي اكس، بس في الحاله شباب ايش راح نحسب الاي اكس والبي اكس؟ راح نعمل قطع ونعمل مومنت عند مين؟ عند الدي وعند السي. لما نعمل قطع للمنبر هذا شباب، هيو عندنا نعمل قطع للمنبر هذا، بنعمل مومنت عند الدي بنحسب الاي اكس، وبنعمل قطع للمنبر هذا من عند السي بنحسب مين؟ البي اكس. تمام، فهينا عملنا قطع، طبعا عوضنا قيمه المومنت، هذه القيمه من شباب من المومنت من وين جبناها؟ هي هنا تاعت السوي هذه. طيب فالمهم يا شباب حسبنا قيمه الاي اكس والدي اكس، طلعت معنا قديش؟ جمعناهم يعني طلع معنا قيمة الـ R بتساوي 0.38. راح نستخدم القانون تبعنا المومنت فاينل ايش حتساوي؟ المومنت الأولية زائد R على R داش في المومنت السوي. المومنت الأولي شباب احنا حسبنا مومنت؟ لا، قلنا زيرو لأنه كان عندنا الفيكس إن مومنت كله بيساوي زيرو، فخلاص كان مش موجود هذا، بنصير نقول R على R داش ضرب مومنت سوي لكل القيم. تمام، R على R داش للمومنت السوي. طبعا الـ R الأولية 3، الـ R داش هي طلعت معنا 0.38 ضرب مومنت سوي اللي هم القيم هذول، المومنت هذول نحسبه من كل قيمة بطلع معنا شباب قيم المومنت الجاهزة. تمام، طبعا شباب انا هيك بكون خلصت يعني شرح اللي هو السلايد هذا او الملف هذا. في شباب بس يعني سؤال على السريع راح نشرحه، سؤال امتحان طبعا، يعني انا عودتك على سؤال الامتحانات دائما. طبعا شباب سؤال الامتحان يعني سؤال سهل جدا وبسيط، لو طلعت فيه شباب انت هيك طبعا عندنا منبر مائل بتقول فيه سوي، طبعا لا، ليش يا شباب؟ عندنا متماثل في الاستراكشر ومتماثل في الحمل. تمام، اصلا عشان ازيدك من الشعر بيت قايل لك انا ايش؟ استخدم خاصيه التماثل، ايش قايل لك؟ يوزنج ذا ادفانس اوف سيمتري اند مومنت ديستريبيوشن ميثود، استخدم لي طريقه اللي هو المومنت ديستريبيوشن، وقايل لك استخدم لي خاصيه السيمتري، يعني شباب بده اياك تحل نص الشكل. طيب بقول لك شباب ديتيرمن ذا مومنت at each joint and support of the battered column frame، بقول لك ذا درون، بقول لك then draw the bending moment diagram، بقول لك the joints at supports are fixed connected EI is constant. طبعا هنا لاحظوا مدينة الاي اي ثابته. تمام، قال لك انهم كلهم ايش؟ fixed. طيب بدي اسوي انا ايش؟ بدي اسوي، بدي احل نص حل لانه قال لي استخدم السيمتري. طبعا شباب انا الشكل عندي سهل وبسيط يعني مش هالشكل المعقد، طبعا هو يعدي فريم مش بيم يعني. طيب فايش راح نسوي شباب طريقه الحل عندنا؟ اول حاجه نحسب الكي لمين؟ لنص الشكل، انا بدي احسب يعني بدي اخذ اي وبي لعند نص البي سي هنا، فبحسب الكي لاي بي والبي سي بس، بدي مش احسب الكي للسي دي. تمام؟ طيب فالكي للاي بي ايش حتساوي عندنا شباب؟ فيكست، فيكست بدي 4 اي اي على ال، 4 في الاي اي على ال، طول قديش عندنا شباب حيكون عندنا؟
الطول حيساوي عندنا شباب 5، كيف حسبناه؟ على فيثاغورس، هنا عندك الثلاثة وهنا أربعة، يبقى هذا إيش حيكون عندك الطول؟ 5، تمام؟ البي سي شباب إيش حيكون عندنا؟ حيكون عندنا شباب عبارة عن 2 إي آي على ال، ليش؟ لأنه أنا ماخذ نص البيم، بستخدم السيمتري، 2 إي آي على ال، 2 إي آي على ال، الطول عندنا قديش؟ 3، تمام؟ طيب السولوشن فاكتور شباب للبي إي إيش راح يساوي عندنا؟ 4 على 5 على 4 على 5 زائد 3 على 2، بالنسبة للبي سي إيش حيساوي عندنا؟ للبي سي ايش حيساوي؟ الكي للبي سي دي 2 على 3 على في المقام 2 على 3 زائد 4 على 5، بيطلع معنا قد ايش شباب؟ 0.4 5 4. هيك شباب حسبنا الديستريبيوشن فاكتور، بنيجي بنحطهم وين عندنا؟ على الشكل. لاحظوا شباب هي عندنا احنا يعني عوضنا، ما قدرناش نحل على شكل مباشره، رسمناه تحتيه بشوي. طيب اول حاجه شباب ايش راح نحط؟ الديستريبيوشن فاكتور، طبعا عندك لا اللي هو الاي بما انه فيكسد حيساوي عندنا 0. للبي اي ايش راح يساوي عندنا شباب؟ هي 0.545 هاي. للبي سي يا شباب ايش راح يساوي عندنا؟ 0.454، هي نعوضنا 0.454، تمام؟ طيب بعد شوي ايش راح نعوض؟ الفيكس اند مومنت، طبعا اسف نسيت احسبها الفيكس اند مومنت، الفيكس اند مومنت للاي بي شباب فيش حمل زيرو، تمام؟ الفيكس اند مومنت للبي سي دبليو ال تربيع 12، دبليو هي 24 في ال تربيع عباره عن 9 يعني على 12، بيطلع معنا قديش يا شباب؟ سالب 18. هي عوضناها ايش؟ سالب 18، تمام؟ بعد شوي ايش بضل عندنا؟ بالانسنج كاري اوفر، بالانسنج كاري اوفر. طيب هاي نعمل شباب اول مره بالانسنج، طبعا بالنسبه لنا للجوينت بي بس البالانسنج، يعني حيكون عندك 18 مع الزيرو، 18 موجب راح ناخذ ضرب 0.545 راح يطلع معنا قديش؟ 9.81 ضرب 0.454 راح يطلع معنا قديش؟ 8.7 او فاصل 172. طيب بعد ما خلصنا البالانسنج مباشره بعمل كاري اوفر، ال 9.81 طبعا هنا عندنا شباب ايش؟ راح تاخذ نص القيمه حتى تساوي عندنا قديش؟ 4.905، هنا راح تصير عندنا ايش؟ صفر. هذه شباب راح تصير عندنا ايش مباشره صفر، ليش؟ لانه احنا عندنا الطرف الثاني مش موجود، كانه اخذنا من ولا شيء من الصفر، طلع عندنا ايش صفر، تمام؟ هيك شباب نكون من اول محاوله بكون عندنا ايش؟ خلص الحل تبعنا، طبعا هنا ايش؟ بعد ما خلصنا شباب حل يعني وصلنا كاري اوفر راح نلاقي انه المومنت عند البي هنا زيرو هنا زيرو، خلص خلص الحل. ايش بضل علي شباب؟ اعمل سميشن، طبعا هنا راح يطلع عندنا 4.905، هنا راح نجمع او راح يطلع لنا بس مباشره 9.81، هنا راح نجمع السالب 18 مع الموجب 8.172، تطلع معنا السالب 9.81، تمام؟ طيب شباب انا لاحظوا انا ايش؟ كتبت قيم المومنت هنا، هي مومنت الاي بي انا كتبتها زي ما طلعت معي 4.905، مومنت بي اي زي ما طلعت معي كتبتها 9.81، مومنت بي سي يا شباب ايش طلعت معنا؟ السالب 9.81، مومنت سي بي يا شباب بتطلع زي البي سي بس بعكس الاشاره هي 9.81. طيب مومنت سي دي راح تطلع شباب نفس البي اي بس بعكس الاشاره. مومنت دي سي هنا مومنت دي سي بتطلع نفس الاي بي بس بعكس الاشاره 9.0.905، تمام؟ هاي الشغلات لازم نتدرب عليها شباب في الحل، بيطلع عندنا الحل ايش؟ سهل ان شاء الله. طيب طلب منا شباب الرسم، فكيف راح نرسم يا شباب؟ طبعا راح نعين يا شباب قيم المومنت على الاستراكشر تبعنا هذا. يعني الاي بي 4.905 مع عقارب الساعه، هنا حطيت ايش؟ سهم مع عقارب الساعه 4.095، البي سي والبي اي بنفس الطريقه 9.81 مع عقارب الساعه. راح نكمل شباب كل القيم هذه ايش حسب اللي هو ايش؟ القيم هذه حطيت هاي الاسهم مبينه عندكم على الرسمه. طيب بعد ما عملنا اللي هو عيننا قيم المومنت ايش راح نسوي يا شباب؟ وين ديل السهم يا شباب؟ بدي امشي القيمه اللي عند ديل السهم هذه. يعني هاي ديل السهم هنا بدي امشي قيمه قديش مقدارها 4.9 هنا، طبعا كلها قيم تقريبيه يا شباب. طيب يا شباب راح نرجع 4.905 بخط راس يعني لا ليش؟ لاسفل هنا تحت طبعا نفس الشغله شباب هنا عندك 9.98 هاي ديل السهم عندنا في الاعلى، بنطلع 9.81 لاعلى، ونفس الشغله انه بنطلع 9.81 يعني وين ديل السهم شباب بأطلع. طيب فانا بكون شايف فعليا عينت القيمه هذه اللي عند هنا 4.905 وعين تقييم هذه الشباب 9.81. كيف بدي اوصل بينهم يا شباب؟ برجع الشكل الاصلي يا شباب، الشكل الاصلي فيش عندي احمال. فمباشرة بعرف يا شباب انه ايش حيكون عندي شكل شو اسمه اوصل بينهم يعني خط مستقيم مباشرة ما فيش عندي ولا شيء، تمام؟ فوصلت بينهم يا شباب بايش؟ بخط مستقيم. طيب بينما شباب عندي انا معين 9.81 و9.81 هنا وهنا، تمام؟ كيف بدي اوصل بينهم هذول الثنتين؟ بوصل بينهم يا شباب بارابولا لانه عندي ايش؟ ديستريبيوتد لود هنا، تمام؟ راح نوصل بينهم قيمة بارابولا بالشكل اللي احنا شايفينه. ايضا شباب الشكل الاخير راح يكون نفس الشكل الاي بي
نفس شكل اي بي. طبعا بعينه 9.81 هي ديل السهم هنا، بطلع 9.81. ال 4.905 هي ديل السهم هنا، برجع 4.905 هنا، وبوصل بينهم بايش؟ بخط مستقيم. تمام. يعني شباب انا بس حبيت اشرح هذا مثال، نشوف كيف نمط سؤال الامتحان. طبعا يا شباب نمط سؤال الامتحان ايام ما كنت انا طالب، السؤال يعني شباب يعد من الاسئله البسيطه والسهله. يعني المفروض احنا شباب نتدرب على اسئله بنفس النمط واصعب شويه. طبعا هيك شباب نكون خلصنا محاضره اليوم، ان شاء الله تكون يعني محاضره سهله وبسيطه. طبعا شباب انا يعني بحكي لكم ضروري نكون حضرنا محاضره الدكتور كلها، وبعدين نحضر محاضره المناقشه الدسكشن هذه، ونجرب نحل شباب الاسئله بايدينا، عشان ما حدش يجي يجرب يحل الاسئله في الامتحان. تمام. ان شاء الله راح يكون عندنا واجب، راح يكون عندنا كويز في الشابتر هذا، اساس انه احنا ندرب حالنا على الامتحان. طبعا اي استفسارات ان شاء الله جاهز للاجابه عليها. بس يعطيكم العافيه، والى اللقاء في محاضرات اخرى ان شاء الله.